scaldă de amicatezi. Vorbim că trebuie să lucrăți în Roma, lucrurile că să lucrăți în Roma. O mare din chen o de franșiecă, o mare din chen o independent. Tiesa și pentru cauzii, cauzii, zic că vreau să vedeți zic că vreau să vedeți că vreau să lucrăți în Roma, lucrurile că să lucrăți în Roma, ar tiesa și pentru. A venit de la Tamleia, de chiar din Sărochii, le-au fi aia pentru Sărochii și Măcelești, le-au fi din Truda, în Pătrici și Poiz, le-au rea mantea, mintea să se sula, au mai mintea să se sula, că le-am gătăpit, de mine, mai numă din, pe rediul ăla de Băiudine, Sărochii. Vă dai mântă, că mă plac să vedea, i-am nici într-un serviciu plac să vedea, fii mără, tot ce-a gândită, mă cântărea aceste cauze, mă vine în oșa, mă duc la urmă, mă vine în oșa, Dneska jsem řekl, že mu řekl, že já jsem jen jen pohon, když jsem dělal ten mega, až jsem to robil, jsem jen měl tahání. Vád, když jsem to sedl do nástupu kresluma, nějaký vaše, do nástupu kresluma, dí vůdce prognózy, kdo je kámen bojte hagra, kdo je jen jen do nástupu kresluma. Spěkuní, kdo je kým uředil jej zdraví. Zavodne kipet Kimu Radio Zorobi, až na kipu pred kahajne na zavodne Kimu Radio Zorobi, pak pa tu ľudia nena vás Radio Zorobi, na nebo rodina kipet vod Kimu Radio Zorobi, pa zavodne kipet Kimu Radio Zorobi. Bát, keda je kadem na ale modali za Rokers Ruma, kun modali za Rokers Ruma, hata nesli maa fals, kada da kod Belajani, da ne fals, ma to najmi na tere desu, u majku imu tere desu, na kada ma nesli maa fals. Zek, ak se im, Familie, mina aktor. El-sporadik.
بالفاميليا نفس القاعده، يعني القاعده بتاعه البرودكت والفاميليا دي القاعده ايه؟ قاعده المدار الجاز لوكال سيروما كانت بتعمل بويتر اسوليتد سيروتو ديول او بتعمل بويتر شبه الفوليكولار لوكال سيروما، والمدار لوكال سيروما طلع من سي سيلز وبيطلع كام هرمون او كام بروتين؟ كالسيتوريان سيروتوريان بي اي تي. السيروتوريان والبي اي تي دول بيعملوا ايه؟ دائريه. وكالسيتوريان كنا بنستخدمه كتيومر ايه؟ ماركر. المدار السيروكال سيروما بتنتشر الليمفاتيك وبتنتشر بلاد، والليمفاتيك سبلاد بتاعها هيختلف عن الكابيلري. الليمفاتيك كانت بتنتشر الليمفاتيك ليت، انما المداري بتنتشر الليمفاتيك ايه؟ ايرليير. والمدار السيروكال سيروما كانت بتحب تروح لمين اكتر شويه؟ المدياسايد، بتحب تروح مدياسايد ليت نود. وعشان كده لما كنا بنعالج المدار السيروكال سيروما كنا بنقول لو مدار السيروكال سيروما معاها ليت نود هنعمل ايه في العيان اوتوماتيك؟ توتال سيروديكمي وبلوك ناكي دايسكشن. انما لو مدرسه لوكال سيروما حطر معاك ليفنوز حطر معاك ليفنوز كنا بنعمل احتياطي حطر معاك ليفنوز بروفلاكتيك سنترال ايه ناك دايسكشن. وكلمه سنترال ناك دايسكشن كنا شرحناها المره اللي فاتت، موديفايد بلوك ناك دايسكشن تقريبا شلنا الرقبه كلها. سنترال ناك دايسكشن بيشيلوا ليفنوز ليفلز اللي انا معلم لكم ليفل ليفنوز ليفل اللي هنا واللي هنا دول اسمهم ليفل كام وكام؟ اللي هما في الجير والجير والسكوير اللي بتطلع دي كروز دول اسمهم ليفل كام وكام؟ 6 و7 6 و7 الليفل بتاع دي كروز اللي كلها لو مهم. ومين ليفل دي كروز 5؟ البوستيريور جو اللي هما سوبر كاتيكرال و وكبر. تمام تمام. بعد كده اتفقنا في مدرسه لوكال سيروما الفاميليا كل افراد العيله، كل افراد العيله لازم يتعملوا لهم سكريننج بحاجتين، يتعملوا لهم سكريننج بايه؟ بسيرم كالسيتونيا، وبيتعملوهم كمان سكرين بوك بالجين. ولو الطفل عنده جين على فكره بالمناسبه فبيتعمل له بروفلاكتيك ايه؟ سيروديكمي. لو الطفل عنده جين بيتعمل له بروفلاكتيك سيروديكمي. ولو طبعا السيرم كالسيتونيا طلع عالي دي مصيبه اكتر. ليه لو السيرم كالسيتونيا طلع عالي دي مصيبه اكتر؟ لانه اوريدي عنده كانسر دلوقتي. لو السيرم لسه كويس ما بلاش بس اوريدي عنده كانسر، فلو السيرم كالسيتونيا طلع عنده عالي فبيتعالج على انه عنده مضاد ثيرويد ايه؟ كارسينوما. فاهمين؟ لو سيرم كالسيتونيا طلع عالي تعالج على انه عنده مضاد ثيرويد كالسيتونوما. بعد كده هتكلم كلمتين عشان اخلص من اليومرز، يعني على الفوليكولار ثيرويد اليوم. يعني اتفقنا ان البلاند تيومر الوحيد البلاند تيومر الوحيد البلاند تيومر الوحيد البلاند تيومر الوحيد الثيرويد اسمه فوليكولار ثيرويد اليوم. تمام؟ في المحاضرات برضه لما ادخلوا في المحاضرات لما هقولكم في رير بلاند تيومر في الثيرويد اسمه هرسل سال ادينوم. هرسل سال ادينوم ده رير 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 واضح بنايت تيومر. وطالما في هرسل سال ادينوم يبقى اكيد في يوم من الايام، بس انا ما قلتوش امبارح يعني ما قلتوش امبارح يا فوزي يعني بس ما اتلخبطش، اكيد هيبقى في حاجه اسمها واضح هرسل سال كارسينوما. هرسل سال كارسينوما ايه بقى؟ هرسل سال كارسينوما دي عشان بس يعني لو جت في الام سي كيو، هرسل سال كارسينوما هي فوليكولار سيرو كارسينوما مولا جسم. يعني هرسل سال كارسينوما طعمها طعم مين بالظبط؟ هرسل سال كارسينوما طعمها طعم مين؟ الفوليكولار سيرو كارسينوما، بس البروجنوزيس فيها ماله؟ اسوء شويه عن الفوليكولار. نراجع مع بعض البروجنوزيس، نراجع مع بعض البروجنوزيس. البابيري سيرو كارسينوما كان اخبارها ايه في البروجنوزيس؟ كويسه جدا. والفوليكولار سيرو كارسينوما كان اخبارها ايه في البروجنوزيس؟ نص نص. والنبلاستيك كارسينوما كان اخبارها ايه في البروجنوزيس؟ زباله. طب المدار سيرو كارسينوما اخبارها ايه في البروجنوزيس؟ انا عمال اقارن ما بين سبورادك وفاميليا وفاميليا هي عامه بقى المدارري كده شاكب راكب يعني. المدارري نص نص. المدار سيرو كارسينوما البروجنوزيس فيها نص نص ولا وحش ولا كويس. المدار سيرو كارسينوما البروجنوزيس فيها بالبلدي نص نص. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله على السلامة، ما تبقاش شريف تاني. ما عليك. فمن الآخر كده هرسل سال أدينوما لأن رير 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 بلاين تيومر وهرسل سال كارسينوما إز بارت أوف وات أو يعامل معاملة مين؟ الفوليكولار سيرو كارسينوما بس مور أجسد. نيجي بقى على البلاين تيومر الوحيد اللي اسمه فوليكولار سيرو أدينوما. لما البنت أو وات إيفر طبعا كانسر سيرو كارسينوما في الجينيز كله. الفوليكولار سيرو كارسينوما لما تيجي حتى بريزنت الريزوليشن
والسونار يطلع لي انها سوليد، والسونار يطلع لي ان فيها شويه بتيلو ماليجنسي. فالنكست ستيب في البروديوسر سيرولوجي اللي هم هيعملوا ايه في المديوله دي. بعد السونار يقول لي في مديوله سوليد وسيرولوجي سكان يقول لي مديوله كولد، هعملوا فيها ايه الاول؟ فاينين سيرولوجي. لو قعدت صام جايد دلوقتي والفاينين سيرولوجي كان فيه عيب، ايه العيب بتاع الفاينين سيرولوجي؟ does not differentiate between follicular cellular adenoma and follicular cellular carcinoma. انما الفاين نيدل كان بيشاق في الكابيلري والمدلري والاعضاء. وليه الفاين نيدل does not differentiate between follicular cellular adenoma and follicular cellular carcinoma؟ عشان مش قادر يحلف على الكارتيريوم ايجنس الشور، الكارتيريوم ايجنس الشور ان انا واخد سيلز بس، فمش عارف اشوف لي فيجر وات. بالنسبه للبريم فالفاين نيدل بيقول لي ده follicular tumor يا فاطمه. فاهم ولا الكلام صعب؟ هو انا يعني في التيومرز كده احنا شارحين اكتر من بطنه ولا البطنه شرحوا اكتر؟ لا احنا شرحنا ايه؟ البطنه مش شرحوش التيومرز؟ انا بدور في الجراحه؟ كل حاجه على الجواي في الجراحه. ما انتوا عاملين كوميك ما احنا دلوقتي في الجراحه يا ابني سويت. تعملوا كوميك حلوه. تمام؟ فالفاين نيدل داز نوت ديفرنشيت بين الادنوما والكارسينوما، بس هتقول لي ده فوليكولار تيوما. فايه النكست ستيب؟ النكست ستيب ايه؟ هيمي سيروليت. هيمي سيروليت. لو طلع فوليكولار سيروليت ادنوما هنسمع احلى زبروطه انها بلاين تيوما، ولو طلع فوليكولار سيروليت كارسينوما وليس فوليكولار سيروليت ادنوما هنعمل ايه في العيان؟ هنفتح رقبته بعد 4 5 6 7 ايام ونشيل اللوب الثاني ونعمل له حاجه اسمها ايه؟ كومبليشن سيرولوجي. فاكرين الكلام ده بقى؟ تمام. كومبليشن سيرولوجي. هنا بقى ارجع الحته اللي بقى يعني عايز افهمها لكم كويس. ليه لو طلع فوليكولار سيرولوجي كارسينوما اعمل كومبليشن سيرولوجي حتى لو اللوب ده كومبليتلي فري؟ يعني الكابيلري سيرولوجي كارسينوما كنا بنعمل توتال سيرولوجي. ليه الكابيلري سيرولوجي كارسينوما كنا بنعمل توتال سيرولوجي؟ عشان هي مالتي سنتر. هي مالتي سنتر. تمام. ليه بقى في الفوليكولار سيرولوجي كارسينوما بعمل توتال سيرولوجي حتى لو تيومر كونفايند ان وان لوب؟ عشان انا ما اقدرش اعمل ديتكشن بالظبط للميتاتسيس اذا كانت بتاخد ايودين ولا لا غير لما اعمل الاول توتال ايه؟ سيرولوجي. لو جيت اعمل التست اللي بعد العمليه ده اللي هو ريديو اكتيف ايودين سكان، ريديو اكتيف ايودين سكان عشان اشوف في ميتاتسيس ولا لا، والميتاتسيس دي خدت الريديو اكتيف ايودين ولا لا، طول ما السيرولوجي جلاند مالها موجوده السيرولوجي جلاند هي اللي هتاخد الريديو اكتيف ايه؟ ايودين. عشان كده امبارح معرفش ليه يعني ما فهمتوهاش، لما خدت دي قلت لكم دي سيروت تيومر، يعني دي سيروت تيومر. طول ما دي سيروت تيومر جوه السيروت جلاند عمرها ما هتاخد وط، عمرها ما هتاخد ايه؟ ريديوكتيف ايودين. لان السيروت تيومر يعتبر نون فانكشنج بالنسبه للدونر السيرويد ايه؟ تيجي. انما لما اشيل السيروت جلاند، لما اشيل السيروت جلاند تمام، وهي دي بقت متاكسس ازاي؟ يبقى الميتاسيس ساعتها الميتاسيس تاخد وات؟ ريديو اكتيف ايودين. ولو الميتاسيس فعلا بتاخد ريديو اكتيف ايودين عشان ده ديفرنشيتد تيومر بدي بوست اوفر ريديو اكتيف ايودين وات؟ سيرو. بدي ريديو اكتيف ايودين سيرو. في مشكله كده؟ تمام. طيب دكتور عماد فريد، دكتور عماد فريد انتوا شفتوه ولا لسه؟ لسه ما دخلتهمش محاضرات خالص. تمام. بص في محاضرات الاندوكرينولوجي ومحاضرات الاندوكرينولوجي تمام. الثيرويد غالبا هديها للدكتور ايمن عبد الرحمن. ايمن عبد الرحمن ده رئيس واحد اثنين اندوكرينولوجي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. وبعد كده هتدخلوا محاضرات الادرينال ومحاضرات اللي هي الفيبرونوسايتوما والباراثيرويد. هديها للدكتور غالبا اسمه محمود الشاب. تمام؟ برنس كده وعينين ملونه وديسنت وهادي تمام؟ بعد كده في محاضرات الجاسترينوما والانسرينوما. محاضرات الجاسترينوما والانسرينوما هديها لكم الدكتور وافي، عارفين الدكتور وافي؟ بتاع 7 جرعة. تمام؟ تمام. بعد كده في الروك بوك عندكم في حاجة اسمها ام اس كيو وفيدباك على محاضرات مين؟ اندوكرينولوجي. مين داخل بقى يحل الأسئلة ويطلعكم مش فاهمين حاجة؟ دكتور عماد. تمام؟ فدكتور عماد هيحل معاكم أسئلة كده كتير في السيرولوجي. فمن ضمن الحاجات اللي عجبتكم في السيرويد الحته دي اللي انا هقولها دلوقتي ايه بقى؟ ان الفوليكولار سيرويد ادينوما. الفوليكولار سيرويد ادينوما تبان ازاي في السيرويد سكان؟ هو الحته دي بيحبها. بالمناسبه دكتور عماد كمان هديكم محاضرات السليفري وهديكم محاضرات التانك. تمام؟
ومع الدكتور عماد كانوا حاطين جدا في التعامل ووصايا محترمه وكل حاجه، بس ايه ما حدش ايه يعني يسال كتير ولا يكبر ولا يكلمه خالص. تمام؟ الفوليكولار سيلول ادنوما بقى تبان ازاي في السيلول سكان؟ الفوليكولار سيلول ادنوما تبان ازاي؟ غالبا المفروض تبان ازاي؟ كل الرسوم. في معظم الحالات بتبان كل الرسوم. ليه معظم الحالات بتبان كل الرسوم؟ عشان هي نون ايه؟ فانكشن. فمعظم حالات الفوليكولار سيلول ادنوما بتبان كل نوديول. ساعات 5% من الحالات، 5% من الحالات بتبان وورم نوديول. و 5% اللي فاضله بتبان وات؟ هوت نوديول. هوت نوديول. وطبعا لو بانت وورم نوديول او بانت هوت نوديول كده الثايرويد سكان ساعدني ان هو يفرق لي ما بين وطن وط بين الفوليكولار ثايرويد كارسينوما والفوليكولار ثايرويد ايه؟ ادينوما ايه؟ بس للاسف للاسف ان الفوليكولار ثايرويد كارسينوما مش في كل الحالات بتبان وط الفوليكولار ثايرويد ادينوما انا اسف مش في كل الحالات بتبان ايه؟ وور او مش كل الحالات بتبان وط دي حالات قليله بس. العادي ان الفوليكولار ثايرويد ادينوما عشان هي تيومر بتبان على انها كولد ايه؟ نوديول. ايه الكلام صعب يا مي؟ ثانية انت توكسيك جولد الحالة بس عشان صافي تمام. احنا بنتكلم ان الفوليكولار ثايرويد ادينوما في معظم الحالات بتبان كولد نوديول بس ساعات بتبقى فانكشننج، فلما بتبقى فانكشننج ممكن بتبان بنفس التست بتاع الثايرويد بيسموها ايه؟ وورم نوديول. وساعات بتبقى فانكشننج اكتر من الثايرويد بيسموها وات؟ كولد نوديول. في هذه الحالات الثايرويد سكان ساعدني ان انا افرق ما بين وات اند وات؟ فوليكولار ثايرويد كارسينوما اند فوليكولار ثايرويد ايه؟ ادينوما. بس ده مش في كل الحالات، ده مش في كل الحالات تمام؟ عشان هو يعني في سؤال مشهور قوي هحطه لكم ام سي كيو في المحاضره ديت، ايه الفاليو بتاع الثايرويد سكان قوي قوي قوي؟ فهيجاوب اجابه السؤال ده اتحط في المحاضره السنه اللي فاتت. الفاليو بتاع الثايرويد سكان حاجه حلوه قوي 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 لو انت شاكك ان العيان عنده فوليكولار ثايرويد ايه؟ كارسينوما وادينوما. تمام؟ وافتكروا السؤال ده لو حطوا ايه السنه دي؟ على المهم لو مش حطوا انا اوريدي مجمعه منين؟ هكون مجمعه منين يعني؟ من السنه اللي فاتت، اجابه بسيطه يعني. انا كده رجعت التيومر بسرعه. طبعا وهي اقل حاجه في سيرولوج التيومر. نفسي النهارده اجيب حاجه، نفسي النهارده اجيب حاجه على امل ان كنتوا خدتوها من البطنه يعني، ايه اللي نفسي اجيب فيه النهارده على امل ان كنتوا خدتوها من البطنه؟ توكسيكولوجي. تمام؟ وبرضه بعد ما اشرح التوكسيك جولتر، بعد ما اشرح التوكسيك جولتر احب اسمع الفيدباك بتاعكم يعني اذا كان انا قلت اكتر ولا البطنه اللي ايه؟ اللي قالوا ايه؟ اكتر يعني. فاحنا هنعمل حاجه اسمها التوكسيك جولتر. التوكسيك جولتر ثلاث انواع رئيسيه، واحد اثنين ثلاثه. 75% من حالات التوكسيك جولتر بتبقى جريد ديزيز اللي هو اسمه بتيوز ايه؟ توكسيك جولتر او اسمه جريد ديزيز زي ما اتفقنا. ولما تيجي تكتبوا كلمه الامتحان تكتبوها لسه بوتر. بتبقى حلوه انك انت تكتب صح انك انت تكتبها بوتر في ايه؟ مين قال لك مين قال لك المعلومه دي؟ ايه؟ ماشي ما في ناس بتكتبوا كده. هو بيتكتب لسه بوتر. ما علينا. بعد كده دي 75% من الحالات. 24% من الحالات الجلاند عندها العيال كان عندها سيكل نودر جولتر والسيكل نودر جولتر قالت ايه؟ قالت التوكسيك. فالعيال هنسميها توكسيك نودر جولتر او هنسميها ايه؟ بلامرز. بلامرز ديزيز. وده المعروف في البطنه جريفز برايمري سايروكوسيس. وده المعروف في البطنه كلمه بطن سكندري سايرو ايه؟ توكسيكوسيس. وبعدين في حاجه برضه تقريبا 1% اللي يعمل توكسيك جولتر اللي هي سوليتري توكسيك موديول. موديولا كده مع نفسها طلعت وبعد تطلع ايه؟ تي 3 وتي 4. فربنا يخليكم. في حاجه بقى اسمها نودلر سايروتوكسيكوزيس. مين من العصفوره يمثل نودلر سايروتوكسيكوزيس؟ لما يقول لك نودلر سايروتوكسيكوزيس. لا الاثنين. توكسيك نودلر جولتر نودلر سايروتوكسيكوزيس. سوليتري توكسيك موديول معانا برضه في النودلر سايروتوكسيكوزيس.
وما اعرفش ليه ناس ما بتحبش كلمه ان النودرا سيرو توكسيكوزس تبقى دي بس. لا، دي نودرا سيرو توكسيكوزس ودي كمان وات نودرا سيرو توكسيكوزس. هناخدهم حاجه حاجه في الدوز. طيب دي جت منين؟ دي اللي هي حطيت عليها دوريه كده، دي جت منين؟ دي ما حدش عارف جت منين. دي سوليت توكسيك موديول طلعت مع نفسها وقعدت تطلع ايه؟ دي 324. يقال في بعض الكتب يا بسمه، عشان كده قلت لكم كل شويه، يقال في بعض الكتب ان السوليت توكسيك موديول عباره عن هايلي فانكشن. يلا جاوبوا انتوا بقى، هايلي فانكشن وات؟ هايلي فانكشن فوليكولار سيرويد ادينوم. مش لسه جايين حالا ان فوليكولار سيرويد ادينوم في بعض الاحيان بتبقى ايه؟ لا، ورم تبقى نورمال فانكشن، الورم دي نورمال فانكشن. بيبان هوب. فوليكولار سيرويد ادينوم بيبان هوب. لو فوليكولار سيرويد ادينوم بانت هوب هي دي فعلا السوليتري توكسيك ايه؟ موديول. والمره المليون الفوليكولار سيرويد ادينوم غالبا بتبقى هايبو ايه؟ فانكشن. تمام. نيجي بقى على دي. دي ايه دي؟ دي العيانه قعدت ريسيف نودر جولد. كام سنه قعدت ريسيف نودر جولد؟ 10 سنين. وبعد ما قعدت ريسيف نودر جولد 10 سنين قالت التوكسيك نودر ايه؟ جولد. حلو. بصوا على دي. في السوليتري توكسيك موديول، في السوليتري توكسيك موديول، في السوليتري توكسيك موديول، مين طلع تي سي او تي 4؟ في السوليتري توكسيك موديول مين طلع تي سي او تي 4؟ النوديول. السوليتري طلع تي سي او تي 4. وبيدي جلاند مالها؟ نايمة خالص. في التوكسيك نودرا جويتر، في التوكسيك نودرا جويتر اهو، مين اللي بيطلع تي سي او تي 4؟ في التوكسيك نودرا جويتر، مين اللي بيطلع تي سي او تي 4؟ هل النوديولز ولا الانتر نودرا تيشو؟ هي 50-50. 50-50 يعني ايه 50-50؟ يعني 50% من الحالات اللي بيطلع تي سي او تي 4 زياده الانتر نودرا تيشو، و 50% من الحالات ما حدش عارف ازاي، ما حدش عارف ازاي. في 50% من الحالات النوديولز دي رغم انها اساسا قعدت وط، يعني هي اساسا كانت نوديولز اوف ايه؟ فايبرس تيشو. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. ساعات النوديولز دي هي نفسها اللي بتتقلب وتطلع ايه؟ تي 3 وايه؟ وتي 4. ده صح وده صح. ولعلمكم بقى فيليام بلاف كاتب، فيليام بلاف كاتب مين فيليام بلاف ده؟ المرجع بتاعنا ان معظم حالات السكند سيروتوكسيكوزز اللي بيطلع تي سي او تي 4 النوديولز. اهو تمام اهو. هو مش هيفرق معايا في العلاج، هو مش هيفرق معايا في العلاج، لان لو عندي توكسيك نودرا جولد، ركزوا معايا، لو عندي توكسيك نودرا جولد غالبا هعالجها ازاي من غير ما اتكلم في اي حاجه لسه ما طلعتش التوكسيك ديزيز. التوكسيك نودرا جولد هعالجها على جزاء امها. امها كنا بنعملها ايه؟ توتال سيرفيك، دمها اللي هي ما فيش فيها كومبليكيشن، ما بالك بقى التوكسيك نودرا جولتر دي الام لما بقت ايه؟ كومبليكيتد، فاكيد التوكسيك نودرا جولتر هنعملها ايه؟ توتال سيرفيك برضه، خلاص هي ما تفرقش في العلاج. بس لو انا واخد القرار يعني ان في التوكسيك نودرا جولتر انا هعمل توتال سيرفيك، هعمل توتال سيرفيك. وفور اكاديميك وورك او فور ساينتفيك انترست او للعلم يعني، والعلم انتوا عارفين لا يقيد ما اعرفش بيه، كان ليا مزاج اعرف بقى العيان ده، العيان ده اللي انا هعمل له سيروديكتومي عشان عنده توكسيك نودرا جولدر، عايز اعرف النوديولز اللي بيطلع تي 3 وتي 4 ولا الانتر نودرا تيشو اللي بيطلع تي 3 وتي 4؟ ايه الانفستيجيشن اللي هعمله يقول لي؟ سيرودي سكان. انتوا فاهمين اهو؟ لا سيرودي سكان، لو دي بقى كلها هوت نوديولز يبقى مين اللي بيطلع تي 3 وتي 4؟ النوديولز. لو الجلاند هي اللي بانت هوت، لو الجلاند هي اللي بانت هوت والنوديولز بانت كلها هوت كول، يبقى مين اللي بيطلع تي 3 وتي 4؟ الانتر نودر فيشن. ودي بتتعمل مني فور ساينتفك انتر، لان العلاج خلاص انا عارفه كده ولا كده، دي توكسيك نودر جولد هعمل لها ايه؟ توتال ايه؟ سيرفي. تمام. فاحنا جبنا قرارهم لغايه دلوقتي، يعني ايه جبنا قرارهم؟ دي غالبا فانكشن فوليكولار سيرويد ادينوما، ودي سيف نودر جولد ولا ايه؟ ولا بتوقف توكسيك. نيجي بقى على جريبس، نيجي بقى على جريبس. في جريبس بيحصل حاجه غريبه قوي، ده سيرويد جلاند ايه؟ تمام؟ ده ريسبتور، ده ريسبتور، تمام؟ اللي السيروتوكسين المفروض مين يمسك فيه؟
يمسك الستيرويد ريسبتور تمام، ولما تي اس اتش يمسك الريسبتور يبتدي تي اس اتش يعمل اللي انت هتبتدي هايبرتروفي ويخليها تطلع تي سي وايه وتي 4. الجريفز دي ده اوتو ميون ديزيز، فطالما في اوتو ميون ديزيز يبقى انا عايز ايه؟ عايز انتيجين وعايز وات؟ انتي بودي. فالانتيجين هو ده، الانتيجين هو مين؟ التي اس اتش وات؟ ريسبتور. هيطلع ضده انتي بودي، هنسمي الانتي بودي ده تي اس اتش ريسبتور انتي بودي. خدتوا اسمه ايه في البطنه؟ تي اس اتش ريسبتور انتي بودي. ثايرويد ستيميليتنج. غلط غلط، هو اسمه تي اس اتش وات؟ ريسبتور انتي بودي. من الاو طلعت ان تي اس اتش وات؟ ريسبتور. فالانتي بودي جه مسك الانتيجين اهو، ده جه مسك الانتيجين، ده خلاص نايم. الانتي بودي مسك الانتيجين، فلما الانتي بودي مسك في الانتيجين كان المفروض يبتدي يعمل في جلاند ايه؟ انتيجين انتي بودي رياكشن، يعني يعمل ثايرويدايتس او يعمل ايه؟ انفلاميشن او ديستراكشن. بس هو لما الانتيجين مسك في الانتي بودي ما عملش ثايرويد ديستراكشن، لان الانتي بودي نفسه كان شبه ده. فهو لما كان شبه ده ابتدى يعمل ايه في جلاند؟ ستيميليشن. فكبر الجلاند، عمل فيها وات؟ جولدر. وكبر الجلاند خلاها تطلع تي 3 وايه؟ وتي 4. تمام؟ تمام. فيها مشكلة لغاية دلوقتي؟ تمام. طيب. لما تي 3 وتي 4 بيعرفوا الدم؟ لما تي 3 وتي 4 بيعرفوا الدم بيعملوا نيجاتيف فيدباك على مين؟ على البيتيوتري. فالبيتيوتري بطل تطلع وات؟ تي اس اتش. تي سي وتي 4 عملوا في الدم، عملوا نيجاتيف فيدباك، فالبيتيوتري اللي بطلت طلع تي اس اتش. فده في النورمال. انما هنا لما الجلاند كبرت وقعت طلع وات؟ تي سي وتي 4 بالهبل، عملوا نيجاتيف فيدباك على مين؟ على التي اس اتش. بس دول ما يقدروش يعملوا نيجاتيف فيدباك على مين؟ على لا مش على سابو، على انتي بول. فالكونديشن شغاله، الجلاند عماله بتكبر وطلع تي سي وتي 4 ومفيش نيجاتيف فيدباك على مين؟ على الانتي بودي. والعنه دخلت في جريف ديزيز او برايمري سايد وايه؟ توكسيكوز. في مشكله في كده؟ طيب ايوه. نعيد تاني كل ده؟ حاضر. في البدايه الانتيجين، مين المفروض ده الانتيجين؟ مين المفروض يمسك في الدي اس اتش ريسبتور؟ الدي اس اتش الاصلي، ده الاصلي. تمام؟ ركزي معايا، ده الاخر. تمام، ده الانتيجين طلع ضده انتي بودي، هنسمي الانتي بودي وات؟ دي اساسي ريسبتور انتي بودي. الانتي بودي ماسك في الانتيجين، كان المفروض يعمل في الجلاند سيلولايتس، ما عملش سيلولايتس. ليه ما عملش سيلولايتس؟ لان الانتي بودي شبه دي اساسي اصلا، فابتدى يعمل في السيلولايتس ايه؟ هايبربليزيا وبرتروفي، وزود الفاسكولارتي وخلاها تطلع تي سي ودي 4 ايه؟ بالهبل. لما تي سي ودي 4 بالهبل يعملوا نيجاتيف فيدباك على ده، بس ما يعملوش نيجاتيف فيدباك على مين؟ على الانتي بودي. فالكونديشن ايه؟ شغاله والعلم صاير ايه؟ توكسيكوز. تمام، مفيش اي مشكله. طيب ده موجود في الدم دلوقتي، مين ده؟ تي اس اتش ريسبتور انتي بودي. ده موجود في الدم، بيروح ثلاث اماكن، بينهم وبين التي اس اتش ريسبتور روس انتيجين، بيروح يمسك فيهم برضه. بس لما يروح يمسك ده اللي هو في الدم تي اس اتش ريسبتور انتي بودي، لما يروح يمسك في الثلاث اماكن التانيين مش هيعمل بقى جولتر. لما يروح يمسك في الثلاث اماكن التانيين هيعمل فيهم وات؟ انفلاميشن. هيعمل فيهم ايه؟ انفلاميشن. فايه بقى الثلاث اماكن التانيين اللي بيمسك فيهم يعمل فيهم انفلاميشن؟ اول حاجه بيمسك في الريترو بلبر تيشو، تمام؟ فيعمل اديما ويعمل بلازما سيل انفلتريشن في الريترو بلبر تيشو، ويعمل فايبروزس في الريترو باربر تيشو، وكونجشن في الريترو باربر تيشو، فالعين تبتدي تطلع ليه؟ لبره فعلا، ويبتدي العين يجي له حاجه اسمها ايه بقى؟ ترو اكسوسايز. او اكتولي هي كلمه اكسوسايز كلمه غلط، هي دي نوت ترو اكسوسايز، الاصح من كلمه ترو اكسوسايز ان العين طلعت لبره فعلا. يعني ايه كلمه العين طلعت لبره؟ فروكتوزس. تمام.
بيهتم مين تاني في العين التلازينة ده؟ وراح العين غير الريزو بلبر تيشو بيهتم الاوكيال ماسلز. لما بيهتم الاوكيال ماسلز بيعمل في العين اوكيال ماسل ايه؟ مايوباسي اوكيال ماسل. لو عارفين لاترال ريكتس وميديال ريكتس وسوبر اوبليك وانفير اوبليك بيعمل فيه مايوباسي. تمام. فلما بيعمل اكزوثالموس مع مايوباسي فالعيان العيان اللي عنده جريفز بيجيله في عينه حاجه اسمها ثايرويد بلوك اكزوثالموباسي. اكزوثالموباسي ما اعرفش قالوا الكلمه دي في البطنه ولا لا. يعني ايه كلمه اكزوثالموباسي؟ يعني اكزوثالموس او اكزوثالموس ترو. ومين كمان؟ ووكر مصر ايه؟ مايوباسي. يعني لو كلام يا مارينا ولا كلام صعب يا ريتني ما اخلعه بطن. يعمل ووكر مصر مايوباسي. المفاجأة اللي انتوا مش عارفينها. المفاجأة اللي انتوا مش عارفينها. كام برسنت من العينين؟ كام برسنت من العينين اللي عندهم جريفز بيبقى عندهم الاكسيلود اكسوسالموسي. ولما اقول كلمة اكسوسالموس انا بقصد بيها الترو اكسوسالموس. عشان انتوا كنتوا واخدينها قاعدة كده ان اي جريفز لازم يبقى عنده ايه؟ اكسوسالموس. لا 50% من العينين بس. يعني مش كل العينين لازم يبقى عندهم في الريترو باربر تيشو ايه؟ كروس انتيجينيتي. مش كل العيانين عندهم كروس انتيجينيتي. فالاكسوسالموسي بيحصل 50% من العينين بس مش كلهم. المفاجاه الثانيه برضه اللي انتم مش عارفينها من البطنه ان لو انا حاطط الاكسوسالموس في كفه يا فاطمه والاوكيور ماسل بايوبسي في كفه مين بيحصل الاول او مين بيحصل اكتر؟ لا الاوكيور ماسل بايوبسي. اه والله بيحصل اكتر هو كان ماسل مايوباسي. مش كل عين بليفل لازم يجي له كروز اكسسوارز. ومش كل عين بليفل لازم يجي له هو كان ماسل مايوباسي. هم 50% بس اللي بيجي لهم. ولو نحط الاثنين في كفه اللي بيحصل اكتر هو مين؟ هو الاكثر ماسل ايه؟ مايوباسي. بعدين بيروح الملازينه ده فين تاني؟ بيروح الملازينه فين تاني؟ بيروح يعمل زي مايسينيا جريفز او حاجه شبه المايسينيا جريفز يعني في اللارج ماسلز. دي عارفينها انتم بالظبط. فلما بيروح اللارج ماسل بيعمل ماسل مايوباسي. بيعمل ماسل مايوباسي. دي انتوا عارفينها بقى. مين اكتر عضلتين بيحصل فيهم مايوباسي؟ بتوع الدكتور خالد مقبول فين؟ اما بروكسيمال ماسل مايوباسي. يعني بقى اكتر عضلتين الكوادريسبس. برافو. ايوه يا جدع برافو عليك. الكوادريسبس ومين؟ لا مش رايسبس دكتور ديلتور. الكوادريسبس وديلتور اكتر عضلتين بيحصل فيه مايوباسي. الكوادريسبس وديلتور. يوم العادي شيل ايه بقى البليفل من الكوادريسبس والديلتور. يعني لو عنده مشكله في الديلتور يبقى العادي شيل من ايه؟ ما بيعرفش يرفع حديد مثلا. مش كل الناس بترفع حديد. ما بعرفش يصلح شعر. ما بعرفش يصلح شعر. تمام؟ تمام. والكوادريسبس العين الشيك دي بقى في الكوادريسبس. ما بيعرفش يطلع السلم دي مش صح دي بقى. ما بيعرفش يطلع السلم ممكن يبقى عنده اكزيرشن ديزنيا. او ممكن انتوا عارفين التارجت سكوز اللي داخل في هارت ايه؟ فيلير. فهي مالهاش علاقه بانه يعرفش يطلع السلم. هو الكلمه الاصح ما بيعرفش يطلع التروبوار الرصيف. وانا كنت في اللجنه بامتحن دكتوراه فانا قلت له عادي كده العام ما بعرفش يطلع فين؟ السلم. فلقيت الدكتور اللي بيمتحني كلام ده سنه 2006 بيقول لي لا يا هاني ما بعرفش يطلع التروبوار. ما اعرفش. سالت بقى سالت امي في البيت عشان كانت عارفه فرنسا. فقالت لي التروبوار يعني رصيف. لا ما بعرفش يطلع رصيف. ما هو هي الكوادريسبس بتساعدني اعمل كده بس مش لازم السلم كله. كفايه قوي اول حركه اللي هي مين؟ الرصيف يعني. ما علينا ما علينا. المفاجاه بقى الثانيه برضه. كام برسنت من العيانين اللي عندهم بليفز عندهم حته الماسل مايوباسي دي؟ 5% بس. 5% بس. تمام. بعد كده الدي اس اتش ريسبتور الانتي بودي ده من الذين بيبتدي يضرب السكين في حاجات كتير. بقى بيعمل ديرموماسي. ديرموماسي. يعني دي اللي فوق سميناها ثايرويد بط. اكسوسالموسي. ودي سميناها ثايرويد بط. مايوباسي. مايوباسي. والاخيره هنسميها ثايرويد ايه؟ ديرموماسي. ديرموماسي اللي هو بيعمل انفلاميشن واديما عند السكين اوف ذا تيبيا كده والعيان بيجي له حاجه اسمها وات؟ فري تيبيا الميكسيديما وبتبقى نون بريتي انفلاميشن مش ترو اديما.
που είναι φάρνα στήκη του υποζήσια από χρόνες φαϊμπρόζες, που έβγαμε να μπει την κοιτήμα. Έβγαμε να υπέρθω που φινήλ βέντε, πρέπει να έβγαμε να υπέρθω που φινήλ βέντε, αν πηγήλου βάτ. Σα ερώτητα πρόβαση από κλόβιν, που έβγαμε και μεν πρίτη νίρς. Έβγαμε πρίτη νίρς. Ο άλλα μας δόκαρε σε ένα λιφέτη, σε ένα πεπιταία άλλη κανένα μόνο αρφή μόνο ώρα, ο φορά που σου έπειρε άλλη, λέμε να έχουν το βέντε φυσίντα, και μου κεπίνει άλλη σε κλείστε τα σαν χάμισα λιφέα σε ρόιδη. Διζίζα σε κανέναν τόπο, και σαν φορά που ήταν πιο πριν τη μόνο ώρα, ο Αμίρα, ο Χουλούντ, ο Τρόδη, ο Ιβάχτε με εκεί πέρα. Έχετε σαν τον Πότμα. Όμως, έχουμε πράγμα το πάνε κρύβεις με surgical point of view, πες σε πόρτο να χαούν ρούχο άλλα μάλλον, με λέει αγίοι να χαούν μες από το πόρτο μετά και πόρτο του κουμπιστάκης. Εκεί κοντά, προσπέρα να φελί, εκεί κοντά με τράχο, είναι το λάθος από όλα τα τράχο και βάζει τα ουλάδια. Τόξι χρόνο εγώ και το μην, ο σουρίτσι τόξι χρόνο διούλ, τώρα αν δούμε σάρτου σχόζεις πες. Γιατί όλα αν δούμε τρούξε ψάρμος, ولا عندهم اوكرا مصر مايوبسي ولا عندهم لارج مصر مايوبسي ولا عندهم الساينز اوف بوت ديرموبسي تمام الحاجات الاربعه دول اللي هي اللي انا قلتهم دول ما بيحصلوش بس بوت غير الجريفز عشان الجريفز هو ده الاوتو ميوني ديزيز تمام تمام فعشان كده لو حبينا نعرف الجريفز لو حبينا نعرف الجريفز بعد انا قلته كده فالجريفز له تعريف على فكره الجريفز ده اوتو ميون ديزيز تايب كام ده هايبر سنسيتيفيتي Type 5 hyper sensitivity. Or type 5 hyper sensitivity can اسمه ايه؟ Receptor hyper sensitivity. يعني الانتي بودي بيطلع ضد مين؟ ضد الريسبتور. والانتي بودي بيفكت مين اول حاجه طبعا؟ الثيرويد جلاند. فلما بيفكت الثيرويد جلاند بيعمل فيها ايه؟ جويتر وسيروتوكسكوزز وبيفكت الاي لما بيفكت الاي بيعمل فيها ايه؟ اكزوثرموباسي وبيفكت اللارج ماسل فلما بيفكت اللارج ماسل بيعمل فيها ايه؟ مايوباسي وبيفكت كمان الجلد لما بيفكت الجلد بيعمل فيه ايه؟ درموباسي يعني كل المانيفيزيشن دي في الامتحان لما بيسالك ايه العيان عنده دور جوثرموس لما بيسالك ايه العيان عنده كلابينج لما بيسالك ايه العيان هي الاجابه اللي بتختصر السؤال كل الحاجات دي حضرتك بارت من وات؟ من الاوتو ميون ديزيز الحاجات دي كلها بارت من الاوتو ميون ايه؟ ديزيز ده تعريف الجريفز ديزيز طيب مين خدته في البطنه برضه كان تايب 5 هايبر سنسيتيف كان الانتي بودي بتاع ضد الريسبتور ميسين جريفز هو تقريبا تايب 5 هايبر سنسيتيف ده ما فيهوش غير جريفز والميسين ايه برضه جريفز ما عليك طيب قبل ما ابتدي ادخل في السيرتو والساينز اللي انا حاجري فيها يعني دي الحاجه الوحيده اللي حاجري فيها الباثولوجي ماجريتش هل هناك علاقه هل هناك علاقه ما بين الجويتر والتوكسيك سيمتومز انا بسال سؤال واضح وصريح هل هناك علاقه في العيان اللي عنده جريفز ما بين السايز بتاع الجويتر والتوكسيك سيمتومز يعني هل كل ما الثيرويد جلاند تكبر فبالتالي يبقى عنده توكسيك سيمتومز اكتر هل لو الثيرويد جلاند اصغر هتبقى التوكسيك سيمتومز اقل لا ليه بقى الاجابه ليه اللي جاء السؤال واضح مفيش اي علاقه طبعا مفيش اي علاقه ما بين يعني ممكن عيان تبقى ثيرويد جلاند قد البتاع وتلاقي التوكسيك سيمتومز عنده ايه؟ كبيره جدا ممكن عيان تبقى ثيرويد جلاند قد البطيخه وتلاقي عنده التوكسيك سيمتومز مالها قليله ليه بقى؟ هقولها لكم بس انتوا برضو خدتوها في البطنه بس انتوا نسيتوا اكتولي انا اتكلمت على حاجه اسمها وات الدي اس اتش اي ريسبتور انتي بودي الدي اس اتش ريسبتور انتي بودي ده في منه ثلاثه سب تايبس تديله تكتبه في البطن في منه ثلاثة سب تايبس. واحد يمسك في الريسبتور فلما يمسك في الريسبتور يعمل دي هتلاقوها مكتوبة في الآخر دي. بعد ما يمسك في الريسبتور يعمل إيه في الجلاند؟ يكبر. بعد يمسك في الريسبتور يكبر الجلاند. بس. والتاني يمسك في الريسبتور عشان يعمل إيه في الجلاند؟ يطلع وات؟ يطلع وات؟ تي سي يو مش هطلع تي اس اتش جلاند هطلع إيه؟ دي سي يو بي 4 فده اللي بيكبر الجلاند بيسموه تي اس اتش ريسبتور انتي بودي ياخد حرف جي ليه ياخد حرف جي؟ عشان لا مش جولت اي بيجرام جلاند جروس جروس تمام والتاني اللي بيخلي الجلاند يطلع ايه؟ تي سي يو بي 4 بياخد حرف اس ليه بياخد حرف اس؟ ستيبريشن التالت بقى خالص التالت بقى خالص يجي يمسك الريسبتور تمام ويقعد ماشي ما يعملش حاجه قاعد ماشي ما بيعملش حاجه ما بيعملش حاجه تمام
السؤال بقى، طب هو يعني احنا استفدنا ايه؟ ان التالت مسك في الريسبتور وقعد داشا. ان لغى خالص، لغى خالص ان تي اس اتش الاصلي يحاول يعمل ايه؟ يرجع تاني يركب على جلاند. بالظبط، يحاول يرجع تاني يمسك على الايه؟ على الجلاند. فده وظيفته بيسموه بلوكينج. يعني ايه بلوكينج؟ بيبلوك بس ولا بيستمريت ولا ايه؟ بيجروس. لما اجي اعطيكم العلاج اللي انتم مش فاهمينه في البطنه، العلاج يعتمد على ان حاجه مهمه كده، ان الانتي بودي ده يشال اللي هو عامل ايه في الريسبتورز. فبالتالي بالعقل كده، بالعقل كده لو العيان عنده النوع الاس اكتر هتبقى سيمتومز اكتر في وات؟ سيرتوسكوز توكسيك سيمتوم. لو العيان عنده مين اللي اكتر؟ الجلوس. هتبقى مين اللي مضايق العيان اكتر؟ البريشر ايه؟ سيمتومز او بويتر اكتر. وبالمناسبه يعني بعد ما شرحت كل ده هو تيجي السؤال بيزي جدا في الامتحان ساعات، يعني هو تي اس اتش ريسبتور انتي بودي ده اي جي جي ولا اي جي ام ولا اي جي اي ولا اي جي اف ولا اي جي اتش ولا اي جي اي حاجه؟ اي جي جي. اي جي جي انا كاتبها في الورقه ولا مش كاتبها؟ اي جي جي. يعني تخيل بعد ما شرحت كل ده، نهار اسود، بعد ما شرحت كل ده تنسوا في الامتحان ولا انتي بودي ده اي جي ام ولا ايه؟ ولا اي جي جي، تبقى فضيحه يعني. رجع انا عارف كل حاجه بس الناس ان هو ايه؟ اي جي. تمام. بعد كده حاجة في الحته دي جالي سنين يعني، معلش استحملوني طبعا. تي سي يو تي 4 عالي، فلما تي سي يو تي 4 عالي يبقى هبتدي ادخل في صار ايه؟ سكوز. ايه بقى السيمبتومز المهمه اللي تهمني في صار سكوز؟ في اول حاجه طبعا على الكارديو فاسكولار سيستم، هيبقى عنده انا عايز اسمع كده انه فوق والعيان هيبقى عنده ايه؟ بالبيتيشن. ايه ممكن يشيل الكارديو؟ الكارديو ساين بس سيمبتوم ايه؟ بالبيتيشن. والعيان بقى من كتر البالبيتيشن، من كتر البالبيتيشن لو كان عجوز شويه زي حالاتي كده، من كتر البالبيتيشن ممكن يجي له اكزيرشن ايه؟ على سنترال نيرفس سيستم العيان هيجيب من ايه؟ بتاع الثيرابوسكوز. ارتبيليتي وانكزايتي وتريمورز ونرفسنس. الحاجات بتاعت السنترال نرفس سيستم دي، هو ما بينامش بالليل وبيتخانق مع جيرانه وهو مش طايق نفسه. تمام؟ كلنا فتره من حياتنا بنعدي بعض. بيظهروا ايه؟ توكسيكوزز. ما علينا يعني. طبعا حاجات الكارديو فاسكولار سيستم وحاجات السنترال نرفس سيستم هي بتحصل من التي سي يو تي 4 الدايركت. يعني مش التي سي يو تي 4 اللي بيعملها على طول، هو التي سي يو تي 4 بيعمل حاجه فيبتدي العيان يجي له بالبيتيشن، يبتدي يجي له ديبيليتي انزايتي تريمورز انسوميا. التي سي يو تي 4 بيعملوا ايه من البطنه؟ انكريز سنسيفتي اوف تيشو تو سيركيليتي كاتيكولامينز. فاكرين الجمله دي؟ انكريز سنسيفتي اوف تيشو تو سيركيليتي كاتيكولامينز. فكل حاجات السي بي اس، كل حاجات السي ان اس دي بالمناسبه ربنا يخليكم، حاجات السي بي اس والسي ان اس دي العيان يقدر يتعايش معاها ولا غير عاديه؟ يعني انت بس اي واحد فيكم كده يتخيل نفسه بس في الدرس لو جاله شويه بالبيتيشن بيقلق على نفسه. تمام؟ تخيل بالليل ما عندك وقت. سوري. تخيل مثلا كل طالب يسالني سؤال مثلا اروح شاركه، طب ما اكيد انا يعني مش بني ادم، ما اكيد هروح ايه القرف اللي انا دي مش عيشه. تمام؟ مع جاري صباح الخير ازيك رامي الزباله ليه ونقتل البعض. تمام؟ ما بنامش بالليل. فطبعا السيمبتوم دي الكارديو ماسكر وسي ان اس دي على فكره دي سيمبتومز وحشه جدا 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 جدا. هو البيت كومبليت بتاع العيان اساسا بيرنين من السيمبتومز دي سخيفه جدا يعني. ما عليك، نيجي بقى على السيمبتومز الدلع بقى. ايه الدلع بقى؟ اللي هو العيان عنده روز اوف ويت. دي حاجه جميله قوي 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 قوي. ان العيان عنده روز اوف ويت از لايف وات؟ جود اب لايت. ان العيان يبقى عنده انتولرنس للهوت ويزر على طول قاعد بالفانيلا. تمام؟ ان العيان يبقى عنده مايوبسي دي ظريفه برضه. لا هي مش ظريفه يعني، انا قصدي ان هي ما هياش حاجه بتضايق العيان قوي. بيسندوه بيدلعوه. دي من ضمن الايه؟ السيمبتومز. انا مش قصدي انها ظريفه، انا قصدي هو اكتر حاجه بتضايق العيان يمين. سي بي اس وليه؟ وسي ان اس سيمبتومز. ده ماشي. ان العيان يبقى عنده ايه برضه؟ العيان ساعات بيبقى عنده طبعا ضياليه. وبلاش بلاش 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 في الجراحه خالص
تقول له حضرتك العام يبقى عنده هايبر فيكيشن. مش خدتوا الكلمه دي في البطنه؟ لا 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 بلاش هايبر فيكيشن خالص. هايبر فيكيشن دي بتزعل. مفيش حاجه اسمها هايبر فيكيشن وهايبر ايه؟ هو الان عنده دايريا او تندنسي في لوز سكوز او انكريز موشن. العام يبقى عنده انكريز ايه؟ موشن. ما عليه كفايه قوي كده كتوكسيك وات سيمبلز يعني انا كانت في سيكتور ديسيرفنس مش مهمه في الليت ستيجز صارت اكسبوز ده في عام كاتابوليك ستيت والاوتيكولوزز مش مهمه انا كانت في عام عنده كوليوريا مش مهمه ممكن تذاكروا المهم وتسيبه ليه؟ مش مهم المهم ان احنا ايه خدنا التوكسيك سيمبلز هنيجي نفحص العيان وهنفحص العيان جنرال وهنفحص العيان ايه؟ لوكال لما نيجي نفحص العيان جنرال هندور على التوكسيك ايه؟ ساين توكسيك ساين واهم ساين برضه هندور عليها في العيان هي الكاردو باسكر ايه؟ وسي ام اس فالعيان هيبقى عنده ريتابيلتي العيان هيبقى عنده انكزايتي مش طايق يكلمني ياخد منه هيستوري العيان هيبقى عنده تريمورز لما نحط دي كده هيجي له تريمورز هي استاتيك ولا كاينيتك؟ ساعات السؤال ده بيسال في الامتحان هي تريموستاتيك ولا كاينيتك؟ استاتيك تريموس اثرت وتكوز وتبقى مين بقى اللي خدتوه بيعمل كاينيتك تريموس؟ باركنسونيزم انا ما اعرفش غير باركنسونيزم الباركنسونيزم استاتيك؟ سيربيرال اي حاجه سيربيرال سيربيرال ما علينا هو التريموس معناه هنا استاتيك ان شاء الله تريموس معناه هنا ايه؟ استاتيك تمام؟ فالعيال عنده ايه؟ تريموس تمام؟ على الكارديو باسكر سيستم طبعا فبنلاقي العيان عنده ايه؟ تاكي كارديا العيان بيجي له تاكي كارديا والعيان بيبقى لايف لكل انواع الايه؟ الاريزما ومعروف طبعا ان التي سي او تي 4 لما بي زيرو بيدخلوا اكتر بتاكي اريزما وليس وات برادي اريزما في ايه؟ المقصود ده اللي هي الحاجات اللي بتجيب من زمان كله بيصور ما انا على طول ستاند باي نزل صور تبعت لي اي محاضره تايهه اي بتاع انا لما اروح البيت بقى بقعد افلتر الحاجات اخليه سايلنت ولا اعمل ايه؟ اطفيه حاضر حاضر ولا اخليه سايلنت؟ حاضر اخليه سايلنت حاضر ما بيطول ايه؟ ابو الشرط يبقى ناشف في كتير بيبعتوا لي اي حاجه طايره كده لا خلاص خلاص احنا قاعدين على طول تحت السيطره بس يا رب يبقى طيب يا رب يا رب انت عارف ناشف حتى لو عملتها سايلنت يبقى اكيد ناشف اللي بيبعت مش هو بتسعى بعليه فوق بيقعد ايه مش عارف ما علينا طيب اسالكم هنا برضه الشباب ساعات بيسالكم حاجات من الحاجات دي هي ايه نوع الاريزما اللي بتحصل في السيرفس كوزز؟ كل انواع التاكي اريزمياس اكسبت في التاكي اريزمياس الفي اف والهارت بلوك ما بيحصلش في اف يعني ممكن يحصل اي اف ممكن يحصل اكسترا ستول ممكن يحصل باراجلوزما الاترا ممكن يحصل اترا الفابريليشن ما بيحصلش في اف ما بيحصلش في اف ليه ما بيحصلش في اف؟ ايوه قول يا مجدي ايوه جدع بالظبط الفنتركل مالوس سيمباثيتك برافو عليك يا مجدي شطور برافو جدع اللي في اف از نوت اندر سيمباثيتك اكتيفيتي او الفنتركل از نوت اندر سيمباثيتك اكتيفيتي الاسي نوت اللي فوق هي اندر سيمباثيتك اكتيفيتي يعني دي بقى ما بيجيلوش وقت في اف هنا بقى بيسال سؤال تاني ساعات في الامتحان امتى بقى العام بتاع الجريفز يجيله بلادي اريسمس المفروض يكون في البطن يقول له انت العام بتاع جريفز يجي له بلادي اريزمنت وليس هو لازم يجي له بلادي اريزمنت انت يجي له بلادي اريزمنت قول يا مي كيف يفهم يا مي جدع لما ياخد تاني دواء بزياده الاندرام انت اللي قلت حاضر يا برافو يا مي النهارده مفيش اوريو خلاص بقى اوريو اوريو بقى فالعيان اوفر دوز اوف اندرام اوفر دوز اوف اندرام امتى برضه العيان يجي له بلادي اريزمنت غير اوفر دوز اوف اندرام لو العيان الجلاند بقت اكزوستد في مراحل معينه كده الجلاند بتبقى اكزوستد مش قادره تشتغل تاني ده في الادفانس ديزيز اوي في الادفانس ديزيز اوي الجلاند بتبقى اكزوستد فالعيان يبتدي يدخل في بلاد ايه؟ اريزما
برضه في الحته دي بيسالوا ساعات سؤال في الامتحان، هو التاكيكارديا بتعمل بالبيتيشن، البراديكارديا ده سؤال عام، ده سؤال عام يعني، البراديكارديا بتعمل بالبيتيشن؟ اه الاجابه اه اللي متوقع، طبعا البراديكارديا بتعمل بالبيتيشن. ليه تعريف البالبيتيشن؟ لا تعريف البالبيتيشن اويرنس اوف ماي هارت بيت. فلو ماي هارت بيت زادت، لو ماي هارت بيت قلت انا هيجي لي اويرنس اوف ماي هارت بيت. لما يسألك في الامتحان البرادي كارديا بتعمل بالبيتيشن؟ اه. هو امتى العيال في الجريفز اللي عنده برادي كارديا؟ حاجتين يعملوا برادي كارديا زي ما بهية وميالو اوفر دوز ومدرال، او في الادفانتس ديزيج لما الميال بتبقى واطي. وطبعا العينين دول بيبقى عندهم هايبر دايناميك ايه؟ سيركوليشن. والهايبر دايناميك سيركوليشن ده بيعمل في العين ايه؟ ووتر هامر ايه؟ بالز. اللي عايز ادخل بقى في الجراحه زي من البطنه، امتى العين بيبقى عنده او ليه بيبقى عنده هايبر دايناميك سيركوليشن؟ عشان السيستوليك زاد. ليه السيستوليك زاد؟ عشان سيمباثيتك اوفر ستيميليشن، او بلاش كلمه سيمباثيتك اوفر ستيميليشن. increase sensitivity of tissues to secreting catecholamines فال systolic blood pressure زاد. السيستوليك بلود بريشر بيقل بقى ليه بقى؟ الهايبر ميتابوليك ستيت اللي عند العيان والميتابوليزم بيدخل في البريفرال بازو ايه؟ دايليتيشن. والبريفرال بازو دايليتيشن ده اللي بيخلي الايدين تبقى ايه؟ وورم. الايدين بتبقى وورم والايدين طبعا بتبقى مويست، يعني وورم الايدين من البريفرال بازو دايليتيشن. ليه الايدين بقى بتبقى مويست؟ من السمباثيتك اوفر ستيميليشن تبقى مويست. السمباثيتك بيعرق، السمباثيتك بيعرق. وعشان كده دايما ازاي يقول لك تفرق ما بين الثيروتوكسيكوزيس والنيوروزيس بتاع الامتحان الصبح. انت ايديك يوم الامتحان الصبح بتبقى ايه؟ ساقعه وبتعرق، عشان انت عندك سمباثيتك اوفر ستيميليشن ايه؟ بس بتبقى ساقعه وبتعرق، ده الفرق بينها. انما بتاع الثيروتوكسيكوزيس بتبقى سخنه وايه؟ وبتعرق. طبعا لما تيجي نفحص العيان برضه ربنا يخليكم لازم ندور على الاوتوميون مانيفستيشن اللي هي بريتيبيال ميكسيديما، كلابنج في الفينجرز، بريتي نيلز مهمه جدا 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 جدا. وساعات برضه يعني كلكم عارفين السؤال ده بالبطنه برضه، لو انت بتبص على عين في رجليك امتى تبقى الاديما نون فيتنج وامتى تبقى الاديما فيتنج؟ يعني العين بفحصه في الامتحان ممكن يبقى عنده هنا اديما، امتى تبقى فيتنج وامتى تبقى نون فيتنج؟ النون فيتنج بتاعت مين؟ البيتي بيال ميكسيديما، امتى تبقى الاديما اللي في رجليك بيتي؟ هارت فيلر. انتوا كويسين في البطن، العيان بيجي له هارت فيلر، تمام؟ وطبعا العينين دول ما اعرفش ليه في البطن لسه بيركزوا على الحته دي. بيبقى ساعات عندهم ليف بادلوباسي وسبينو ميجن. ليه بتاع الجليفز بيبقى عنده ليف بادلوباسي وسبينو ميجن؟ عشان هايبربيزيا في الريتيكولوتيشن سيستم اللي بيطلع ايه؟ الانتي بوزي. وبعدين هنبص على العينين. هنبص على العينين. لما نبص على العينين فالعيان بيبقى بحلالي، فبحلالي يعني عنده ايه؟ اكزوسات. والاكزوسات زي ما انتم عارفين العام بيبقى عنده نوعين. ممكن يبقى عنده ترو اكزوسارموس، ده اللي انا شرحته. ليه العام بيبقى عنده ترو اكزوسارموس؟ اللي هو ريترو بالبر تيشو انفلاميشن والانتي بودي راح تاجر ريترو بالبر تيشو ده بارت من الاوتو اميون ديزيز. ليه العام بقى بيبقى عنده فورس اكزوسارموس؟ بالظبط، عشان السيمباثيتك اوفر ستيميليشن او انكريس سنسيفيتي اوف تيشو سيركريتنج كاتيكولامينز بيعمل سبازم في المولر ماسل. اللي هي المولر ماسل اللي هي مين؟ اللي هي السوبرفيشال بارت اوف الليفيتور بابريمي سوبريورس. يعني دي بيحصل فيها سبازم الليفيتور بابريمي سوبريورس سوبرفيشال بارت اسمها مولر ماسل يعني. فدي بتدي بترفع الابر ايديد لفوق، فده بيدي احساس العين عنده ايه؟ اكزوسالت. بس ده هنسميه وات؟ سوبر فورس ازاي بقى كلينيكالي؟ ازاي كلينيكالي؟ وانا كاتب لكم سي كلينيكال دوس. يعني لما اجي افحص العيان بفرق بين الفولس وترو اكزوسارموس، لان العيان بيبقى مبرق لي بس. العيان بيبرق لي انا ما اعرفش هو فولس ولا ترو. ازاي بفرق كلينيكالي؟ في كذا تيست. في كذا تيست. في تيست خدتوه كده في البطنه، ان اجي ابص على العيان من ورا، ابص على العيان من ورا واخد السوبيريور اوربيتال مارجن والانفيريور اوربيتال مارجن كخط، بلاقي العين مالها؟ طلع بره عن الخط ده سوبيريور انفيريور اوربيتال مارجن. اسمه ايه التست ده؟ اسمه نابسيجر. نابسيجر او في البطنه خدته كان اسمه، او الناس بيقول لك نابسايجر، بس هو اسمه ايه؟ نابسيجر. تمام. او لما نيجي نبص من الجنب، لما نيجي نبص من الجنب يعني ده
ده الاوربيتال ساركس بيبقى اوبليتريتد. لما العين تطلع لبره هنا في ساركس كده حلو اهو، بتلاقي العين ايه؟ اوبليتريت. تمام؟ زي نبيل عبيد، نبيل عبيد عندها الجوستالموس كده كان فيه معرفش ماتش ولا عايشه. تمام؟ اه فعندها اوبليتريشن في الساركس ده. عندها اوبليتريشن في الساركس ده، عندها شويه الجوستالموس يعني. وبرده في طريقه جميله جدا 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 غير موضوع نفسيا وغير موضوع اللي هو احنا بنبص في الجنب اسمها فريزر، ان احنا بنبص على بياض العين. بياض العين ايه؟ بياض العين ايه الكلام الغريب اللي بيقوله ده؟ بالظبط نورمالي 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 الابر اي مغطيه حتى من الكورنيا، واللور اي بتطش الكورنيا عند الليبس. يعني اي حد يقف كده في المرايه هيلاقي الابر ايليد بتاعته مغطيه حته من الكورنيا، انما اللور ايليد مالها؟ تاتش الكورنيا عند الحافه بتاعتها اسمها ايه؟ ليبس. تمام؟ فبالتالي بالعقل كده، بالعقل ربنا يخليكم. لو العين يجي له تروكس اوف سالموس، لو العين هيجي له تروكس اوف سالموس، يعني العين مالها؟ هتطلع ليه؟ لبره. مين البياض اللي ينكشف الاول؟ اللي فوق العين ولا اللي تحت العين؟ لما العين تطلع لبره والكورنيا كفرنج هنا حته من فوق مش كفرنج حاجه من تحت، مين البياض اللي يبان الاول؟ اللي تحت. انما في الفورسكس اوف سالموس، في الفورسكس اوف سالموس مين اللي يبان الاول؟ اللي فوق. من الفورسكس اوف سالموس ده بتاع السبازم في الابر ايه؟ ايليد. حتى بحفظها ازاي للناس دايما؟ بحفظها بطريقه جميله جدا جدا. الفورس يبقى انهي بياض اللي باين؟ اللي فوق. والترو يبقى انهي بياض اللي باين؟ اللي تحت. مفيش صوره اكتر من كده. التي مع التي واللف مع لف. ما علينا، المهم العين ده عايز اعرف عنده هو فورس ولا عنده هو ايه؟ ترو اكسوسالس. تمام. وطبعا برضو زي ما خدته في البطنه كده، زي ما خدته في البطنه لازم برضو العين هتنزل ترجع جراحه بقى، بنعمل فيه شويه ايه كمان؟ اي ساينز. بنعمل فيه اي ساينز. نراجع مع بعض الاي ساينز عشان بتيجي في الامتحان ساعات ام سي كيو. الاي ساينز هم سبعه. اربعه منهم من غير حركات خالص، اربعه منهم من غير حركات، وثلاثه بالايه؟ بالحركات. اول حاجه من غير حركات ان بيبقى في سبازم في الابر ايليد اهو، فالعيان بيبقى عنده حاجه اسمها ستيرنج لوك عشان في سبازم في الابر ايليد. وطبعا عشان الابر ايليد فيها سبازم برضه، فالعيان بيبقى عنده فريكوينت وات؟ بلينكينج. اسمها ايه الساين بتاع ستيرنج لوك مع فريكوينت بلينكينج؟ ستيل باج او ستيل واج، اي حاجه. ستيل واج ستيرنج لوك، الاس مع الاس. وطبعا لسه واخدين حالا برضو ان لو في سبازم في الابر ايليد اهو، فعنده ايه هنا فوق العين؟ ريم اوف سكليرا بيضاء باينه فوق الكورنيا. اسمها ايه الساين دي بتاعت ريم اوف سكليرا بيضاء باينه فوق الكورنيا؟ دالي ريمبلز. ريم مع ريم، دالي ريمبلز. ريم اوف سكليرا بيضاء باينه فوق الكورنيا. حلو كلام، حلو كلام. بعد كده برضو العيان ممكن يبقى عنده من كتر الاكزوسالموس والكونجشن ممكن يبقى عنده بيريكورنيال كونجشن. اسمها ايه الساين دي بتاعت البيريكورنيال كونجشن؟ دي ما خدتوهاش في البطن. من كتر الاكزوسالموس والفينس امبيرمنت يبقى العين باينه حمراء، عينه محمره يعني، بيوريكم العين الحمراء. اسمها ايه الساين دي؟ توب لانسكي. توب لانسكي. توب لانسكي اسمها ايه؟ اكتبه والله توب لانسكي. أو يمكن يطلع نيسكي الله أعلم. يعني أنا مش عارف إذا كانت الأي دي موجودة ولا لا، هو يا توبلانسكي يا توبلانسكي على طول. ما علينا. برضه العين دي اللي هي البيريكورنيال كونجشن مش مكتوبة في الورق. برضه العين كان بيبقى عنده تريمورز أند كلوزنج الأبر أي ليد. السبازم بتاع الأبر أي ليد ده أو في سبازم كان بيجي له تريمورز كده لما يقفل عينيه. اسمها إيه تريمورز دي؟ عايزة تفتح. روزنباخ ساين. وبرضه العين عشان في سبازم في الابر ايليد فكان بيجي له مش عارف تنزل الابر ايليد بيتاخر ينزل مع صباعه، كان اسمها ايه الساين دي؟ ليد لاج. ليد لاج. وبرضه العيان لما كنا نقرب يا فاطمه كنا نقرب صباعنا كده كان العيان لا ما اسمهاش لوس اوف كونفرجنس. الموبيس لوس تو مانتين كونفرجنس. كان لازم نمسكه في كلمه مانتين كونفرجنس. لوس تو مانتين كونفرجنس. وبرضه العيان لما كنت بحط صباعي لفوق كده، فكان بيقدر يشوف صباعي من غير ما يعمل ايه في راسه؟
كوريجيشن دي كان اسمها ايه ساين دي؟ جوفروي ساين. جوفروي ساين. ما علينا، زينا بقى في العيال، والعيال عنده كل التوكسيك سيمتومز، والعيال عنده كل التوكسيك ساين، والعيال اساسا بنتكلموا عليا وتمرينته كده وتمرينته كده ورفيع واندر ويت ومتنايل على عينه وعمال يتخانق معايا وشكله كده العيال عنده ايه؟ توكسيك وورد. توكسيك وورد. او في التزيجيت العيال اللي عنده توكسيك وورد. نبتدي نمشي كلاسيك. هنمشي كلاسيك اول حاجه هنعملها ايه في العيال؟ هنعمل تي 3 فري ونعمل وات؟ تي 4 ونعمل سيرام مين؟ تي اس اتش. مين اللي بيتعامل طبعا؟ الفري تي 3 والفري تي 4 وتي اس اتش. طبعا هيطلع الفري تي 3 عالي والفري تي 4 عالي، ومين هيطلع في الارض واطي؟ تي اس اتش هيطلع في الارض واطي. تمام. وليه بقى بنعمل الفري مش التوتال؟ هو السيروت اساسا بيشال على وات؟ يعني تي 3 وتي 4 دول بيشالين على ايه؟ على سيروت بايندينج جلوبلين وعلى سيروت بايندينج كريالين. اللي هو اسمه ترانس سيرين، ده اللي مكتوب عندكم في الورقه. تمام؟ احنا بنعمل الفري. زمان كان الفري صعب. دلوقتي المعمل بيجيب الفري، كل حاجه بتتطور. كنتوا برضو مش عارفين المعلومه ان كام بيرسنت من تي 4 فري وكام بيرسنت من تي 3 فري. فزمان كان المعمل ما بيعرفش يقيسه، لازم المعمل يقيسه ايه؟ توتال على بعض. كام برسنت من تي 3 فري وكام برسنت من تي 4 فري؟ المحاضرة لسه ما اتاخدتش. عشان كده كان زمان صعب القياس، من التي 3 0.3% بس. واو 0.3% من التي 3 فري 0.3% بس. عدوا على قد ما كنت في الفيزيولوجي في الاول. من الدي 4 عارفين كام برسنت فري؟ 0.03% فري. فتقريبا كان صعب جدا زمان يقيسوا مين؟ كانوا زمان صعب يقيسوا مين؟ الفري تي 3 والفري تي 4، فكانوا بيقيسوا التوتال تي 3 وتي 4. وطبعا التوتال تي 3 وتي 4 فيهم عيوب. ليه؟ التوتال تي 3 وتي 4 مش شغال على مين؟ مش شغالين على مين؟ على بلازما بروتين. فده معناه ان لو بلازما بروتين زادت غالبا بيزيدوا معاه، المعمل بيجيبهم كده دلوقتي. ولو التزمه بروتينز مالهم؟ قالوا بيجيبوا فورس رو. ايه بقى الحاجات اللي في المنهج اللي بتزود التزمه بروتينز؟ حاجات النسب. بريجنسي وايه؟ ووسيتيز. التزمه بروتينز كان بيزيد في البريجنسي والوسيتيز. التزمه بروتينز دي اللي في مين؟ في الفروكس الروما. فدلوقتي ما خلاص المعمل بيعمل حاجه اسمها فري 3 وايه؟ والفري تي 4 وتي اس اتش. زمان هتلاقي مكتوب في الورقه كده كان في حاجه اسمها فري سيروكسين اندكس، دي بقى سويت. يقعدوا ما اعرفش يقيسوا ايه؟ على ايه؟ على ابصر ايه؟ دي من ايام انا وانا طالب كان بيقول لك الفري سيروكسين اندكس دي حاجه وات؟ سويت. ودلوقتي بيقيسوا الفري تي 3 والفري تي 4 والتي اس اتش. طيب برضه اسئله ثانيه في الحته دي في الدسكشن. لو عايز يقيس واحد بس من ثلاثه، هيقيس مين بس من ثلاثه؟ تي اس اتش طبعا. فانت عارفين بالظبط لقيت تي اس اتش واطي، يبقى انا عنده ايه طبعا؟ سيروتوس كوز. تمام تمام. لو عايز يقيس واحد بس تي اس اتش. طب لو غيروه برضه في الامتحان، ركز معايا، لو غيروه برضه في الامتحان تقيس التي 3 ولا التي 4؟ تي 3 يعني عايز يقيس واحد يقيس التي 4 ولا التي 3؟ التي 3 لا عشان في ديزيز غريب. لا 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 عشان في ديزيز غريب اسمه تي 3 سيروتوسكوز. وعشان هو اللي بيتحول لتي 4 تي 3 وعشان اعمل ديتكشن للتي 3 سيروتوسكوز. ساعات الناس ما بتطلعش تي 4 خالص، ساعات بتطلع تي 3 بس. فبلاقي بس تي 3 اللي عند العيان هو اللي غريب، تي 3 سيروتوسكوز. بالمناسبه الناس بتطلع تي 4 اكتر ولا تي 3 اكتر؟ الجلاند بتطلع كام برسنت تي 4 وبتطلع كام برسنت تي 3؟ الجلاند بتطلع 90% تي 4. الجلاند بتطلع مني تي 4 والتي 3 هو الاكتف بيحصل له وات؟ بريفر كونفرجن. فلو عايز تقيس حاجه واحده بس يفضل تقيس مين؟ التي 3. هو ده الاكتف، هو ده يعني ده سؤال كتف بس ساعات بيسالوه يعني. لو عايز تقيس حاجه بس قيس التي 3 عشان ده الاكتف بارت. لو عايز تقيس واحد بس قيس التي 3 عشان ده الاكتف بارت اللي هو حصل له بريفرال ايه؟ كونفرجن.
بس جنانته ما بتطلعش في سريع كل ده مكتوب لحد الاول في الدستور. جنانته بتطلع مليون تي 4، جنانته بتطلع تي 4. خلصت من حته البتاع. وانا نايم وانا نايم وانا نايم تمام، كنت في يوم من الايام هايبر اكتف، انا كنت نايم كنت هايبر اكتف كده تمام. فكنا مثلا نخلص حوادث 24 ساعه، وبعد الحوادث نشتغل برضه شغل. فكنا قعدنا مثلا تقريبا كام ساعه ما نمناش مثلا؟ لا 46 ساعه 45 ساعه ما نمناش، وفاضل بقى ساعتين ونبتدي اليوم ايه؟ الجديد. فكل اللي قابل معاك الواحد عايزين يعملوا ايه طبعا؟ ينام. فانا كنت قاعد لا ننام ليه؟ تعالوا نلعب استيميشن، تعالوا ما اعرفش ايه، لو راح اطلع علينا نومه. فانا وانا نايم كنت شويه هايبر اكتف، وانا نايم كانوا شاكين ان عندي ايه؟ سايرو جلوكوز كود تمام؟ تمام. وقالوا لي روح على الوقت تي 3 وتي 4، انا كان عندي حته الزفصان مش بسيطه. فرحت عليه تي 3 وتي 4 طلعوا ايه؟ نورمال. وتي اس اتش طلع وقت نورمال. فانا كده ماليش سايرو ايه؟ جلوكوز كوزز. فقالوا لي طب احتياطي يعني، احتياطي يعني روح بقى اعمل تي ان اتش تيست. فانا عايز اوصله لكم ان مش كل عيان عنده جريفز بعمل له وات تي ان اتش تيست. التي ان اتش تيست بس بيتعمل للعيانين اللي هم شكلهم وات جريفز بس على ارقام المعمل بتاعه ايه؟ نورمال. ايه فكره التي ان اتش تيست ده؟ التي ان اتش تيست ده انا بحكم العيان تي ان اتش. فانا محل العيان تي ار اتش اللي هو جاي من الهايبوثالامس، المفروض اي واحد فينا نورمال عمل تي ار اتش يحصل له ايه؟ التي اس اتش يزيد. ده عامل زي اللي هو الهاي دوز ديكساميزازون واللود، فاكرين حاجه شبه الاستات القذره دي تمام؟ ما عليك. هو العيان النورمال لما يعملوا تي ار اتش يحصل ايه؟ التي اس اتش يزيد. بس العيان اللي عنده سايرو توكسيكوزس، العيان اللي عنده سايرو توكسيكوزس اكمن التي اس اتش بتاعه ماله؟ انهبيتد انهبيتد بالانتي بودي، والانتي بودي اللي راكب فالعيان الجريفز لو عنده ايه؟ تي ار اتش ما يزودش التي اس اتش، ما يزودش التي اس اتش، لانه اوريدي التي اس اتش سبرست بالتي 3 وتي 4 اللي موجودين او سبرست بالانتي بودي. فقالوا لي هعمل وات؟ تي ار اتش تاني بس انا كبرت يعني، قلت لا ان شاء الله الحمد لله انا مش وات مش توكسيك ولا جيلان. ما علينا، كفايه قوي كده اتكلمنا على المعامل. هنعمل ايه في العيان تاني غير المعامل؟ ايه تاني حاجه هنعملها في العيان؟ هنعمل نقل التصام، هنعمل نقل التصام. نقل التصام هيفيدني ايه في الجريفز؟ هيفيدني ايه في الجريفز نقل التصام؟ يطمني ان الجلاند بقى ديفيوز. لازم نقل التصام دي حلفت انها ديفيوز، لان لو نقل التصام طلع لي شويه ديولز كده خريطه العلاج هتتغير تماما، لان التوكسيك فلوتر جولتر علاجه ايه؟ سيرجري. والجريفز علاجه ايه اساسا؟ ميديكال. فلازم السونار يحلف انها وات جريفز ومفيش فيها ايه؟ نوديولز تمام. ممكن نعمل ثايرويد سكان، مش هنخسر حاجه لو عملنا ثايرويد سكان يعني. الثايرويد سكان حتى الثايرويد جلاند كلها ولا حته منها؟ كلها حدان ايه؟ هوت. كلها حدان هوت. فيزا فليك بتقول السيروك ده. هل العيانين دول نعمل لهم ترانجوسكوبي ولا بلاش؟ هل العيان ده بتاع جريفز ابعته لحد اي ان تي يبص على الكارنت انجير بيرك وبكره الكورت قصدي ولا بلاش؟ لا بلاش دلوقتي. ليه بلاش دلوقتي؟ لان العلاج اتفضل. ميديكال. فلو هنعمل ترانجوسكوبي يبقى نعمله قبل الايه؟ قبل العمليه. وعارفين بقى شرح العلاج، ولما حاطين شرح العلاج يعني في ناس بتعملها من بطنة، في ناس مش بتعملها من بطنة، بس انا هشرح لكم العلاج يعني احسن من بطنة. هم قالوا لكم في البطن انا هاخد انتي ثايرويد ايه؟ درامز. انا هقول لكم اسكيمة العلاج. القاعدة بتقول ايه؟ حاطين الشرح، كل ده كان انتروداكشن. او كل ده يعني بس ايه رجعنا معلومات البطنة كده بسرعة. القاعدة بتقول في جريفز كل بني ادم، كل بني ادم عنده جريفز ليس ذو طبع خاص. حلوه جمله ليس ذو طبع ايه؟ خاص. له الحق ان في الجريفز بتاعه ده ياخد يبتدي علاج بحاجه اسمها ايه؟ ميديكال تريتمنت. بقول لكم هتسالوني يعني ايه جريفز من غير وط؟ طبع خاص. يعني مثلا جريفز ومش حامل، لو جريفز وحامل اتسمت ايه؟ طبع خاص. جريفز ومش طفل، جريفز وطفل ده يعتبر ايه؟
طابع خاص. جريفز ومش عجوز، عجوز ده يعتبر ايه؟ طابع خاص. جريفز مثلا و ما عندوش جراند كبير قوي، لو جراند كبير قوي يعتبر ايه؟ طابع خاص. القاعدة تقول كده اي عيان عنده جريفز لازم ياخد حظه في الميديكال سيرفر 70 متر ابو الوقت، ياخد ايه؟ حظه في الميديكال سيرفر. فاحنا هنمشي ميديكال سيرفر وهنديله اشهر انتي سيرولر، تمام؟ اللي هو تبع 10 عيله، دي العيله الوحيده اللي شغاله دلوقتي، اللي كل العيالات الثانيه في انتي سيرولر دراجز ماتت. العيله دي اسمها عيله اسمها وات؟ سيروليري جروب. كان في سيروسيرين، كان في بيل كلوريتس، كل الحاجات دي الادورس فاكت بتاعتها فيتا. فكل العيالات بتاعت الانتي سيرولر دراجز ماتت. بدل بس العيله بتاعت مين؟ السايوريا جروب. والعيله بتاعت السايوريا جروب دي في منها دوائر مشهورين قوي. الميوميكازول اللي اسمه ايه تاني؟ كارديمازول، معرفش الغلط اخدتوه كاردي ولا ليه ميوميكازول. كارديمازول في كل واحد بيستخدم ميوميكازول اسمه البرتغالي يعني. وبروفايل سايوري يوراسيم دي تبع عيله اسمها بط. انتي سايرو دراكس سايوري يوريا جروب. وعلى التيري دي زيرو، افهموا العلاج، على التيري دي زيرو. العلاج العيان قررنا هنبتدي معاك ميديكال ايه؟ تريتمنت. في الدي زيرو ده هندي كارديمازول. حلو. الكارديمازول ده بيشتغل على حاجه اسمها بيروكسيديز انزايم. بيروكسيديز انزايم. البيروكسيديز انزايم ده مسؤول على كام خطوه في تصنيع تي سي يو دي فور. نراجع مع بعض خطوات تصنيع تي سي يو دي فور. هتلاقوا مكتوب الاول في التلفزيون، مكتوب الاول في التلفزيون. دي سيرو جلاند، دي سيرو جلاند. اول حاجه هتعملها سيرو جلاند هتعمل ترافيك للايودايت. ترافيك هتعمل ترافيك للايودايت. الايودايت اللي في الدم هتدخله جوه مين؟ جوه سيرو جلاند. دي اي تي بي ديبندنت، مالهاش علاقه بمين؟ بالبيروكسيديز. بعد كده كل اللي هشرحه دلوقتي، كل اللي هشرحه دلوقتي يعتمد على ايه ديزاين؟ البيروكسيديز. اول خطوه بس اللي مش معتمد على مين؟ على البيروكسيديز. بعد كده مين داخل جوه الجلد دلوقتي؟ اللي داخل لا ما دخلش الايودين، مين اللي داخل جوه الجلد؟ الايودايت. الايودايت انا عايز احوله ايودين. حاجه نيجاتيف هحولها ايه؟ يا بتوع الكيمستري. حاجه نيجاتيف هحولها نيوترال. اسميها ريدكشن ولا اوكسيديشن؟ حاجة نيجاتيف هحولها نيوترال. اوكسيديشن. عشان هي كانت نيجاتيف حولتها زودتها يعني. كانت يعني بالماينس رجعتها زيرو. بقى تاني خطوة بقى أول خطوة اسمها وات؟ ترافيك. تاني خطوة اسمها وات؟ اوكسيديشن. بعد كده الأيودين خلاص بقى اسمه أيودين أهو يتحد مع التيروسين. نسمي الخطوه دي وات؟ اورجانيفيكيشن. ليه سمينا الخطوه دي اورجانيفيكيشن؟ حاجه انورجانيك ابتعدت مع حاجه وات؟ اورجانيك. لما الايودين يبتعد مع التيروسين بيعمل لي وات؟ تي 1 وتي 2. بعد كده هنجوز وات تي 1 مع تي 2 او نجوز تي 2 مع تي 2، هنجوزهم مع بعض. بقت الخطوه في التصنيع لما نجوز تي 1 مع تي 2 هنسميها وات؟ كوبي. فالخطوات كده ترابينج، اوكسيديشن، اورجانيفيكيشن، واخر خطوه اسمها ايه؟ كوبي. كل دول من اول وات؟ الاوكسيديشن والاورجانيفيكيشن والكوبلينج دول معتمدين على مين؟ على البيروكسيديز. اللي مش فاهم انت مين؟ تي اي ولا ايمان؟ اسماء. تمام؟ فانا هدي بيروكسيديز، فالبيروكسيديز ده هيمنع تصنيع وات؟ التي 3 والايه؟ والتي 4. اقول كلمه هنا على التصنيع عشان اخلص يعني. بعد ما التي 3 والتي 4 بيصنعوا بيتعاقدوا مع السار جلوبال اللي جوه ده ويحوشوا جوه الكوربين في حاجه اسمها ايه؟ كلويد. فكلويد ده عباره عن السار جلوبال مع مين؟
مع دي 3 ودي 4 مش عارفين الكلام ده ولا عارفين كلويد وصار جلوبلي مع دي 3 ودي 4 والصار جلوبلي كان يهمني امبارح على فكره الصار جلوبلي كان يهمني امبارح على حاجه الصار جلوبلي جه سيرته فين امبارح صار السيرم صار جلوبلي ده كان امبارح عندنا في الحصه التيومر ماركر بتاع ديفرنشيال سيروكر سموم النهارده صار جلوبلي بيتحوش يعني ديفرنشيال سيروكر سموم بيطلع صار جلوبلي في الدم الجيل تيومر ماركر لما الجلاند بقى تحتاج جهاز الدي 3 ودي 4 في الدم مين بيكسر الكولويد ده عشان الدي 3 ودي 4 ينزله في الدم اسمه الانزيم اللي بيكسر الكولويد بروتيز ففي بوليكسوديز ده بتاع التصنيع وفي مين بتاع تكسير بروتيز احنا بندي سايوريا جروب بيشتغل على وط على مين؟ على الفيروسيديز انزايم اللي بيمنع كل خطوات التصنيع ما عدا الايه؟ الترافيك. هنا هسألكم سؤال واضح وصريح. انا لما ادي عندي نيوميركازول، بصوا الاجابه، انا هدي عندي نيوميركازول يا مان. النيوميركازول هيشتغل على تي 3 وتي 4 اللي موجودين في الدم دلوقتي ولا النيوميركازول بيشتغل على تي 3 وتي 4 اللي لسه هيصنعه؟ لسه هيصنعه. فده معناه لما ادي عندي نيوميركازول، لما ادي عندي نيوميركازول عمر ما العيان يبتدي يحس انه اتحسن عمر انا هبتدي احس انه اتحسن غير لما مين يخلص الدم الدي سي يو تي 4 اللي موجودين في الدم دلوقتي فما يليش العيان خد النيوميركازول هو النيوميركازول ابتدى يشتغل دلوقتي بس عمر ما العيان هيحس بالايفكت بتاع النيوميركازول غير لما الدي سي يو تي 4 اللي في الدم مالهم الاف لايف يخلص الاف لايف بتاع التي 3 قد ايه؟ الاف لايف بتاع التي 3 قد ايه؟ اورز اورز يعني ما كمل الكلام ده مكتوب والله العظيم في حته الفسيولوجي الاف لايف بتاع تي 3 اورز يعني ما كملش قد ايه؟ يوم والاف لايف بتاع تي 4 كام؟ في كتب 7 وفي كتب 14 من 7 ل 14 فطبعا الصيغه دي مش حلوه فاحنا نقول اراوند كام في النص ونخلص 10 ايام 10 ايام الاف لايف بتاع تي 4 اراوند 10 ايام في كتب كام 7 في كتب كام ايه؟ 14 ده معناه يا دي النيله ده معناه ان العيان ياخد الميركازول النهارده العيان خد الميركازول النهارده العيان هيبتدي يحس بالايفكت بتاعه بعد قد ايه؟ بعد اسبوعين مثلا وطبعا ما ينفعش زي الكومكس اللي انتم بتعملوها ما ينفعش اللي ادي العيان الدواء ما ينفعش ادي العيان الدواء واقول له حياة ابوك يا شيخ خد الدواء ده وان شاء الله هتبتدي تحسن بعد قد ايه؟ بعد اسبوعين العيان كده مش هقتنع بيها كده دي بتحصل دي تمام فاحنا لازم ندي بقى للعيان دواء لازم ندي العيان دواء الدواء ده يشتغل اون ذا سبوت واول ما العيان ياخد الدواء ده يبتدي العيان يحس انه اتحسن. فايه بقى الدواء اللي ممكن اديه له اول ما ياخد العيان يبتدي يحس ان هو اتحسن؟ البيتا بلوكر او الاضراب. فدايما اساتذتنا كانوا بيشرحوا لنا ازاي زمان، شوف قد ايه زمان كانوا الناس عندهم انترست يعلموا، يقول لك حبيبي انت بتضحك على العيان بمين؟ بالاندرال، انت بتضحك على العيان بالاندرال، انت بتدي له الاندرال فاول ما ياخد الاندرال مع اول قرص اندرال كل السيمبتومز اللي مضايقاه دي كل السيمبتومز اللي مضايقاه اللي هي حاجات السي بي اس وحاجات السي ان اس ديو تو انكريز سيفتي او تيشو تو سبريتنج كاتيكولاميز يبتدي الحاجات دي ايه؟ تتحسن Thank you.
بعدين قلت لي انا مش عم تعليم صبوره انا ما صبوره دي ما لهاش لازمه خالص. يعني نيوبركازول ابتدى يشتغل وكل حاجه والتي 324 ابتدوا ايه؟ يقلوا بعد 14 يوم يبتدي التي 324 يقلوا في الدم. العيان عشان النيوبركازول يقدر يوصل عين ان هو يبقى نيوسيلوين بتاخد شهرين. النيوبركازول بياخد شهرين يا بطه عشان يوصل عيني يبقى ايه؟ يوسيلول. انما الشغل امتى؟ لا ما شغلش بعد اسبوعين. الشغل دلوقتي. بس بان الايفكت بتاعه بعد قد ايه؟ اسبوعين. النيوبركازول ابتدى يشتغل دلوقتي، ما ابتدى يشتغل دلوقتي بس مش هيبان الايفكت بتاعه غير لما مين يخلص في الدم؟ التي 324 فيبتدي يبان الايفكت بتاعه بعد اسبوعين. انما العيني يبقى يوسيلول بعد قد ايه؟ شهرين. ولما العيني يبقى يوسيلول على نتائج المعمل والتي سي يو تي 4 يبقوا واطي. نورمال على نتائج المعمل ساعتها بس اقدر اوفر فلوس العيان واوقف مين؟ الاندرال. خلاص ساعتها الاندرال ملوش لازمه لان العيان اوريدي بقى دلوقتي واطي. ايو سايرول. دي خريطه علاج النيوبركازول لسه خدنا النيوبركازول ابتدى يشتغل دلوقتي التي سي يو تي 4 لسه هنصنعه فعمر ما يبان الفاكت بتاعه غير التي سي يو تي 4 يخلص قدام فالفاكت بتاعه بيبان بعد اسبوعين. الماكسيمم افكت بتاعه بعد قد شهرين. بعد شهرين العيان بقى تي سي يو تي 4 نورمال ساعتها ممكن نوقف الاندرال. وبعد ما نوقف الاندرال هنقول للعيان مبروك احنا وقفنا مين؟ الاندرال. الدواء الثاني بقى اللي انت بتاخده حضرتك خده لمده سنه ونص او سنتين. خده لمده قد ايه؟ سنه ونص او سنتين وهنقللك الجرعه شويه لان النيوبركازول في اول شهرين ده احنا بنسميهم اللودنج دوز عشان نوصل عيني بقى ايه؟ ايوسيلويد. الدوز 10 مللي جرام. من بعد شهرين لغايه السنه ونص لازم تبقوا حافظين الدوز يعني الدوز وات؟ 5 ايه؟ مللي جرام. تي دي اس غلط. دي 10 مللي جرام ثلاث مرات في اليوم ولا 5 مللي جرام ثلاث مرات في اليوم. امال هي ايه حضرتك؟ لازم تبقى كل 8 ساعات. وبتفرق جامد يا بهية، دوز كل 8 ساعات مش 3 مرات في اليوم، تفرق تفرق جامد يا حمام كوري. دوز النيوبركازول لازم كل 8 ساعات مش 3 مرات في اليوم. طيب. بعد كده بعد سنة ونص هنعمل ايه في العيان بعد ما خد النيوبركازول؟ هنوقف ليه؟ لان النيوبركازول هو السؤال بقى اللي ناس في ناس عارفاه من بطنه وفي ناس مش عارفاه من بطنه. هو العيان ازاي يخف من النيوبركازول؟ اللي مش عارفه من بطنه هيتم على ما اشرحها واللي عارفه من بطنه هيكتب معلومات البطنه فادوني فرصه اشرحها. ازاي العيان يخف من النيوبركازول؟ كل الناس بقى العيان يخف من النيوبركازول عشان النيوبركازول يظبط. عندي ايه؟ عندي سيرولوجي. لا هو المعلومه معقده عن كده بكتير. دلوقتي هادي جلاند ركزوا معايا. دي جلاند اهي وجلاند عماله بتطلع وقت دي 3 وي ودي 4 وادي الريسبتورز. دي الريسبتورز مين راكب على الريسبتورز؟ مين راكب على الريسبتورز؟
هنا راكب الدي اس اتش ريسبتور انتي بودي جي، وهنا راكب الدي اس اتش ريسبتور انتي بودي اس، وهنا راكب ريسبتور البلوك، وهنا راكب تمام. الانتي بودي راكب على الجلان، الانتي بودي راكب على مين؟ على الجلان. انا بدي نيوميركازول يعمل ايه في التي 3 والتي 4؟ يقللها. فلما يقلل التي 3 والتي 4 انا بعلي مين في الدم؟ الدي اس اتش. انا عايز اعلي في الدم الدي اس اتش تمام. فلما الدي اس اتش يعلى في الدم هيجي الدي اس اتش يعمل ايه؟ يحصل كومبيتيشن ما بين الدي اس اتش الاصلي والانتي بودي. فالدي اس اتش يجي يركب على ريسبتورز، انا عايز اركب الريسبتورز على تبقى مركوبه بالدي اس اتش. الدي اس اتش ركب على ريسبتورز، فلما الدي اس اتش ركب على ريسبتورز انا كده خفيت الانتيجين. سامعيني كلمه من بوقي؟ انا عملت ايه؟ خفيت الانتيجين يا فوزي. مش ده الانتيجين؟ انا ركبت عليه الدي اس اتش، فعملت ايه في الانتيجين؟ خفيت الانتيجين. فلما اخفي الانتيجين عايز الاميون سيستم يبطل يطلع بطل. الانتي بودي يعني بالبلدي انا بعالج العيان بالنيوميركازول، انا عايز اخفي الانتيجين، عايز اخفي الانتيجين لغايه ما دخلت الاميون سيستم في الكلمه دي. بالظبط. انا عايز ادخل عام في ايه؟ ريميشن. ايه فوجئته؟ فوجئت يا حلب؟ ايه؟ لا فما كده من البطنه؟ انا عايز ادخل عام في ايه؟ في ريميشن. انا بخفي الانتيجين، عايز ادخل عام في ايه؟ في ريميشن. طيب الانتيجين اللي هو الريسبتور، انا الريسبتور ركبت عليه الدي اس اتش، فكان ما بقاش فيه خلاص انتي بودي. الانتي بودي هيطلع ازاي لما الانتيجين ماله؟ مركوب. الانتيجين ايه؟ مقفول. تمام تمام. ايه بقى المشكله؟ ايه بقى المشكله؟ ركزوا معايا. ايه بقى المشكله؟ اول ما وقفت نيوميركازول، يعني انا وقفت نيوميركازول، انا وقفت العيان بياخد نيوميركازول قد ايه؟ سنه ونص. العيان بياخد نيوميركازول سنه ونص. لو انا وقفت نيوميركازول، وقفت نيوميركازول بعد سنه ونص، هيحصل ايه في التي 3 والتي 4؟ هيبتدوا يعلوا شويه. مين هيقل في الدم؟ تي اس اتش. لما تي اس اتش يقل في الدم، لما تي اس اتش يقل في الدم ممكن الاميون سيستم يعمل ايه تاني؟ يطلع ليه؟ الانتي بودي يركب على جلاند تاني. فعشان كده لما بندي ميديكال تريتمنت بعد سنه ونص والميديكال تريتمنت ده بيفشل والعيان يجي له سارتوسكوز التاني، ما بنقولش العيان جاله ريكارنس، بنقول العيان جاله وات؟ ريلابس. يعني بعد سنه ونص يعني هنوقف نيوميركازول. لما نوقف نيوميركازول بعد سنه ونص والعيان يجي له سارتوسكوز التاني والاميون سيستم يطلع الانتي بودي تاني، ما بنقولش العيان دخل في ريكارنس، بنقول العيان دخل في وات؟ ريلابس. الكلمه الاشيك ريلابس. ريلابس. انا بلعب بالاميونيتي تاني. الناس اللي مش فاهماها، انا بدي تي 3 وتي 4 سوري بدي انتي ثايرويد دراجز، تي 3 وتي 4 ماله؟ يلو في الدم. مين يعلى في الدم؟ التي اس اتش. انا عايز اركب التي اس اتش على كل الريسبتورز، انا بقفل الريسبتورز، فانا بقفل الريسبتورز الاميون سيستم يبطل يطلع وات؟ انتي بودي. ينساه زي ما انتم بتنسوا كل الشر، ينساه تمام، ينساه تمام. انا عايز ادخل عام في ايه؟ في ريميشن. ولما اوقف النيوميركازول، ولما اوقف النيوميركازول التي اس اتش ممكن يبتدي يخلع. فلما التي اس اتش يبتدي يخلع العيان ده بيجي وات؟ ريلابس. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه على الساحه، ليه بندي نيوميركازول قد ايه؟ سنه ونص. يعني انا بدي نيوميركازول عشان ادخل العام في ايه؟ ريميشن. ليه بقى بندي نيوميركازول سنه ونص؟ عشان هم حسبوها فاهم البول دوت. قال لك الاتي، لو انت وقفت النيوميركازول بعد شهرين العيان هيجي له ريلابس بنسبه 100%، ولو وقفت النيوميركازول بعد 6 شهور فالعيان هيجي له ريلابس بنسبه 90%، ولو وقفت النيوميركازول بعد سنه الان هيجي له ريلابس بنسبه 80%، ولو وقفت النيوميركازول يا فوزي او يا مين ولاد يا حسين ويا اياس وكل الولاد، لو وقفت النيوميركازول بعد قد ايه؟ سنه ونص الان هيجي له ريلابس بنسبه 50 ل 60%، والنسبة دي لن تقل، والنسبة دي مش هتقل لو اديت النيوميركازول قد ايه؟ 10 سنين. هما حسبوها كده.
حتى لو ان ميركازول خدناه 10 سنين وانس وقفت ميركازول هتبقى نسبه الريلابس واطي 50-60%، فخلاص يبقى ليه ادي ميركازول 10 سنين؟ ما انا اكتفي باقصى فتره ممكنه اللي هي الريلابس هيوصل بعديها قد ايه؟ 50-60%. يعني انت عايز تقنعنا يا دكتور، عايز تقنعنا ان اي عيان عنده جريفز هياخد الميركازول سنه ونص، وبعد السنه ونص لازم العيان يبقى عارف ان نسبه الفيلير بتاع العلاج من 50-60%. الاجابه اه. الاجابه ليه بقى؟ لان الاثنين التانيين مش حاكمين كموديلتي للتريتمنت. يعني رغم الميديكال تريتمنت فيه فالسز ريت عالي توصل لكام؟ 50-60%، 60 اقصى ارفع من الاثنين التانيين اللي انتوا عارفينهم من بطن. ايه بقى باقي الاثنين التانيين اللي انتوا عارفينهم من بطن؟ سيرجيو ريت فالتيكولوجي، واحد كارسينوجينيك والثاني حتى فالوسكي عمليه. ليه؟ طب ما انا قايل القاعده اهو، اي عيان عنده بيبس لازم يعمل ايه العيان؟ انا ما قلتش ياخد ميديكال تريتمنت، انا قلت كلمه لازم العيان يعمل ايه؟ يجرب خاصه فقط في الميديكال ايه؟ تريتمنت. نيجي بقى نتكلم على عيوب الميديكال تريتمنت. نتكلم على عيوب الميديكال تريتمنت. اول عيب في الميديكال تريتمنت انا لسه قايله، ايه اول عيب في الميديكال تريتمنت؟ ان العيان بياخد الدواء قد ايه؟ سنه ونص في حالها، وخد الدواء سنه ونص، خد الدواء سنتين، خد الدواء ثلاث سنين، نسبه الريلابس كام؟ 50-60%. ده اول عيب في الميديكال تريتمنت، اول عيب في الميديكال تريتمنت. تاني عيب بقى في الميديكال تريتمنت، بص الجمله الحلوه يعني، بص الجمله الحلوه في الميديكال تريتمنت قال لك ايه؟ قال لك اي هاف نو سيلكشن كرايتيريا. يعني لغايه دلوقتي ما عملوش حاجه اسمها بطل. سيلكشن كرايتيريا لسه مش عارفين يعملوها. يعني ايه مثلا؟ يجيبوا اثنين عندهم بريفس ويعملوا لهم كده شويه اختبارات ويقولوا غالبا ده لو خد ميديكال تريتمنت هيفيل فبلاش بطل. يديله ميديكال وده لو خد ميديكال تريتمنت ايه؟ هينجح فنديله وقت ميديكال تريتمنت. لغايه دلوقتي ما لقوش حاجه اسمها سيلكشن ايه؟ كرايتيريا، مين الميديكال تريتمنت فيها هيفشل ومين الميديكال تريتمنت فيها هينجح. السيلكشن كرايتيريا الوحيده او الاختبار الوحيد انهم يعملوه في العيان يجربوا سنه ونص. حتى بشرحها ازاي؟ حتى بشرحها ازاي كل سنه والناس بتقعد تضحك دلوقتي؟ دلوقتي انتوا بقالكم شهرين معاني رفيق، حلو قوي. انتوا خدتوا خازوق ولا ان شاء الله احنا صح؟ ان شاء الله. ما نعرفش. ما نعرفش يعني لغايه دلوقتي احنا ما نعرفش. امتى بقى جاي؟ امتحان. اخر امتحان في الامتحان ده؟ الامتحان ده 40 درجه وان شاء الله نعمله حلو، يعني حتى لو ما عملناه واحد مش مقياس الناس هتعمل حلو والناس هتعمل واحد. امتى يبان الخازوق؟ اخر السنه بالظبط. اخر السنه هو ده سيلكشن كرايتيريا. يعني عشان نجرب لازم نعمل ايه؟ لازم الا بقى في نص الكورس، الا في نص الكورس مثلا بعد الشهر حد جاله ابلاستيك انيميا، بعد الشهر حد جاله اجرانيولي سيتوزس، ساعتها هضطر اعمل ايه في الميركازول؟ اوقف. لو الميركازول بتاخد سنه ونص، الحاجه الوحيده اللي تخليني اوقف الميركازول في النص ان العيان يجي له اخطر تو سايد افكت من الميركازول. ايه اخطر تو سايد افكت من الميركازول؟ ابلاستيك انيميا واجرانيولي سيتوزس. مفيش جلوكوفيلز يعني. يعني العيان اللي بياخد ديمركازول ده، العيان اللي بياخد ديمركازول لو قال زوري بيوجعني انا اترعب. ممكن يبقى زوري بيوجعه دور برد عادي، وممكن يبقى زوري بيوجعه عشان دخل في وط اجرانيلو ايه؟ سيتوزس. ولغايه دلوقتي ما حدش عارف، وفي البطنه ناس قالوها كده وناس قالوها كده، ما حدش عارف اذا كان الاجرانيلو سيتوزس دوت دور ديبندنت ولا ايه؟ ايوه الكلمه دي ما اعرفش ولا اسمها ايه؟ ايديوسينكرسي. ايوه بالظبط ايديوسينكرسي. يعني ايه ايديوسينكرسي؟ بالحظ. يعني ما هي دوز ديبندنت ولا بالحظ ما حدش عارف، بس هو معروف ان الليمركازول بيعمل اختلاط كانيميا وجانب ايه؟ سايكوزيس. هنا بقى حد سالني سؤال، هنا حد سالني سؤال، اخبار الجوتر ايه؟ جوتر؟ اخبار الجوتر ايه؟ مش انا عنده جوتر؟ اخبار الجوتر ايه؟ الجوتر كبرت ولا صغرت؟ الجوتر لا جوتر كبرت. ركبت عليها كيس اتش جامد. الجوتر بتكبر. الجوتر بتكبر. عند الميديكال تريتمنت الجوتر بتكبر. ولازم العين وبيدي انا بقف كده. الجوتر بتكبر عند الميديكال تريتمنت. انا ركبت على جلد تي اس اتش ولازم العين يبقى فاهم مش عارف انا مش بعالج اخويا بابا جوتر هنا، انا بعالج ايه يا حبيبي؟ انا بعالج ايه؟ توكسيك سيمبتومز. يعني اللي في رقبتك ده انسان دلوقتي. ما
مش المشكله في رقبتك، المشكله خناقاتك وعدم نومك وخسسانك والعك ده كله، فانت بتعالج توكسيك سيمتوم ولا زوجتك. فالميديكال تريتمنت له عيوب كتير. اول حاجه العام بياخد الدواء قد ايه؟ سنه ونص رونجت بريميشن عالي. سوري مش بريميشن، ماما نفس النسبه. بريلابس عالي، ريلابس عالي كام بالسنه؟ 50-60%. اهم حاجه هي نون سيلكشن كرايتيريا، الحاجه الوحيده سيلكشن كرايتيريا عالي ياخد الدواء قد ايه؟ سنه ونص. ونسبه الريلابس هي تبقى 50-60%. وبتعمل ابلاستيك انيميا، بيعمل الجانجلوسايتوزيس والجويتر بتربط. فبالتالي لو انا عندي جريفز كبيره من الاول، او عندي جريفز ريترو ايه؟ اكسترنال، ما ينفعش ميديكال تريتمنت خالص، لانها هيحصل ايه؟ هتكبر وتخنقه بقى، دي كبيره. فاليوز جويتر، اليوز جويتر ما ينفعش فيها ميديكال ايه؟ تريتمنت. ورغم ان انا قلت ان الميديكال تريتمنت مليان عيوب، ابلاستيك انيميا، اجرانوسايتوزس، فيلير ريت 50-60%، لسه الميديكال تريتمنت هو الميديكال تريتمنت هو الايه؟ المين لاين اوف وات تريتمنت. نيجي بقى للاوبشن الثاني. الاوبشن الثاني ان احنا نعمل العينه ايه؟ عمليه. وطبعا ما حدش يقول العمليه دلوقتي اسمها سبتوتال سيرفيكتومي، ما حدش بيعمل سبتوتال سيرفيكتومي. لو قررت اعمل عمليه للعيان اعمله عمليه اسمها توتال توتال. زمان كان بيقعد يسالوا سؤال غريب كده، يقول لك ايه الفرق بين السب توتال بتاع السيمبل نودر جويتر والسب توتال بتاعت الايه؟ التوكس جويتر. اكتر ما حدش بيعمل دلوقتي ايه؟ هقول لكم الفرق يعني، بس ما حدش بيعمل سب توتال. فعلاج ان احنا هنعمل سيرجري، والعمليه اسمها توتال سايلوديكتومي. توتال سايلوديكتومي. طبعا ما ينفعش العيان يدخل تي سي يو تي 4 عاديين، فلازم نعمل له ايه طبعا؟ لازم نعمل له ايه؟ بريباريشن. بتعسيب النودري جويتر، بتعسيب النودري جويتر ده تي سي يو تي 4 مش عاليين، بتاع مالجنان جويتر التي سي يو تي 4 مش عاليين، بتاع سيمكن والمالجنان جويتر يجي من البيت على طول على مين؟ على العمليه. فالتوكسي جويتر لازم نعمل له ايه؟ بريباريشن. تمام. انا بقى ابتدي اسالكم سؤال وعايز اجابه واضحه وصريحه. مين اللي عامل له عمليه من الاول؟ ما افكرش في الميديكال تريتمنت. الجويتر الكبيره او الريتو ستيرنال. لو في جريفز كبيره، لو في جريفز ريتو ستيرنال، ما افكرش في ميديكال تريتمنت اساسا، لانها ايه؟ هتكبرها. وبعمل عمليه لو العيان ما جالوش كلمه ريكارنس، كلمه ريكارنس غلط، العيان جاله وقت ريلابس، العيان جاله ريلابس، الكلمه لاش ريلابس. ساعات في الام سي كيو بيسال سؤال جميل جدا، بيقول لك ريكارنت توكسيك جويتر. ريكارنت توكسيك جويتر مش بعديها بعد ميديكال تريتمنت، كلمه ريكارنت توكسيك جويتر معناها ريكارنس بعد ايه؟ سيرجري. انما الثانيه اسمها ايه؟ ريلابس. فالعيان اللي هو هيريلابس عامل له عمليه، او لو العيان فيلد ميديكال، العيان اللي هو الجيله من الاول هنعمل له عمليه، او العيان اللي هي ريترو سترن هنعمل لها عمليه. هسالكم سؤال واضح وصريح وعايز اجابه واضحه. انا لما اديته ميديكال تريتمنت، لما بديته ميديكال تريتمنت انا عالجته ازاي؟ عايز اجيبها في كلمه واحده. لما اديته ميديكال تريتمنت انا عالجته ازاي؟ يعني عملت ايه في الانتيجين؟ ايه؟ خفيت من قال عبد الله، برافو عليك، هي دي كلمة عادي. انا لما عملت ميديكال تريتمنت ده كان هدفي اعمل ايه في الانتيجين؟ اخفيه. لما بعمل عمليه العام بيخف ازاي؟ بشيل الانتيجين. العام بيخف بشيل الانتيجين. تقريبا ده الاوتو ميون ديزيز الوحيد اللي في الدنيا كلها انك انت عندك فرصه انك انت تعمل وط تشيل الانتيجين. انا بشيل جلاند الانتيجينيك في التوتال سيرودكتومي، انا بشيل جلاند الانتيجينيك، بشيل الانتيجين. وطبعا الاحسن ان انا اعمل توتال سيرودكتومي عشان اعمل ايه؟ اشيل الايه؟ الانتيجين كله. تمام تمام. طبعا العيان لازم نعمل له بريباريشن، ما ينفعش يدخل بالتي سي ودي فور ماله علي. في طريقتين في البريباريشن، في الطريقه الكلاسيك والثانيه مش المودرن، الثانيه الرابيد. تمام. الكلاسيك من اسمها كده، يعني ايه كلمه كلاسيك؟ يعني كلاسيك ما عنديش غيره. عايز احضر العيان، احضر العيان بايه؟ هرجع تي سي وتي فور نورمال بالايه؟ بالنيوميركازول. ما عنديش غيره، كلاسيك حضر العيان نيوميركازول. هنا بقى السؤال، لو انا بدي نيوميركازول عشان اعمل له بريباريشن، العيان ياخد نيوميركازول قد ايه عشان يبقى بريبيرد؟ لحد ما يدوه سايرويد. ونيوميركازول بيخلي العيان يدوه سايرويد قد ايه؟ شهرين. مش هدوله بقى سنه ونص.
يعني نفترض حتى السيناريو ان العيان جاله ريلابس، فلما جاله ريلابس قررنا نعمل ايه العمليه. هو كان واخد ميركازول قبل كده سنه ونص، فهنيجي نقول له خد الدواء ده عشان نعمل لك العمليه. فعله تاني سنه ونص تاني، هنقول له يا حبيبي ده المره دي مش سنه ونص، المره دي قد ايه؟ شهرين بس. ايه اللي مش فاهمها روان؟ ما هو كده كده كان بياخده لمده سنتين ووقفه، فلما وقفه جاله ايه؟ ريلابس. على ما يروح للدكتور وعلى ما يشخصوه تاني وعلى ما يقرروا يعملوا له عمليه هيدوا له ميركازول تاني، يبقى يدوا له ميركازول تاني بعد قد ايه؟ او لمده قد ايه؟ شهرين بس. تمام؟ فهناخد الميركازول لمده شهرين عشان يجيله سايبر. حلو قوي. اخر اسبوعين من شهرين، اخر اسبوعين من شهرين في دواء ما بقاش بيتاخد قوي زي زمان، ما بقناش دي يعني، بس في الامتحان قولوا اخر اسبوعين من شهرين بياخد دواء اسمه لوبوزاودين. سمعت عن لوبوزاودين في البطنه؟ اه تمام. سمعت عنه فين في البطنه؟ لا مش في البريباريشن. سمعت عنه في البطنه في التريتمنت بتاع وضع اكتر. الثايرويد كرايسيس. اه ده كان في الثايرويد كرايسيس اللوبوزاودين. احنا هنا بنديك الثايرويد كرايسيس وممكن نديك الكروبرد بريباريشن. ده فكرته ايه؟ ده اكتولي مش انتي ثايرويد دراج قوي، هو انتي ثايرويد دراج وكل حاجه بس مش قوي يعني، حتى الناس تتلخبط. ده بيشتغل على البروتييز مش على البيروكسيديت. ده بيشتغل على مين؟ البروتييز. البروتييز ده اللي كان بيعمل ايه؟ بيحصل الثايرويد بيه بي 3 وبي 4. فانا لما بديه في بديه للبروتييز انا بخلي ال 3 وبي 4 جوه، خلي الـ TCOT4 جوه. واكتولي هو هدفه مش كانتي ثايرويد دراج يخلي الـ TCOT4 جوه، هو هدفه لما يخلي الـ TCOT4 جوه يعملوا بريشر اتروفي، يعملوا بريشر اتروفي على البلاد فيسلز اللي جوه تاني. لان زي ما اتفقنا الجريفز بتبقى جلاند، من كتر ما الانتي بودي راكبها الجريفز بتبقى جلاند هايلي فاسكولار. جريفز بقى هايلي فاسكولار، والعمليه بتاعت الجريفز الجراحين حتى ما بيحبوهاش. ليه ما بيحبوهاش؟ بلادي بلادي. ليه جلاند ايه؟ هايلي فاسكولار. يعني انا افتكر مثلا وانا دايما لما بحكي بحكي على مصايب، ما بحكيش على ايه؟ على امجادي، دايما بحكي على مصايب اكتر يعني. فافتكر وانا لاعب سينيور يعني، وانا لاعب سينيور كنت بعمل جريفز لوحدي، كنت بعمل جريفز لوحدي. تمام؟ وانا بعمل جريفز لوحدي حسيت كده ان الفيلد ماله؟ بلادي قوي، بلادي قوي، لان الجلاند مالها نفسها هايب واسكر. وطبعا لو جيت اعمل كنترول للبليدنج جامد، خايف اعمل كنترول للبليدنج عمياني كده فاعور مين؟ الريكارنت انجير نيرف. عايزين نعمل كنترول للبليدنج. تمام؟ فكلمت المدرس بتاعي اللي هو ما جاش اساسا، اللي هو قال لي اعمل ايه؟ اعمل انت العمليه لوحدك وربنا معاك. فكلمت المدرس، المدرس قال لي ايه؟ قال لي بص ما تلمسش حاجه، اتفوت واعمل ايه؟ كومبريشن بس مش يقفل العيان على الفوط، اعمل كومبريشن لغايه ما ايه؟ لغايه ما اعمل كنترول بليدنج ولا تلمس حاجه. وانا حاجه اعمل ايه في البليدنج؟ كنترول. فهو هدف اللوجر سايبين ده مش انتي ثايرويد دراج. هدف اللوجر سايبين يعمل ايه في ثايرويد انتي؟ يقل شويه وقت الباسكولات. الجلاند بتبقى فيري بلاد. طيب ده بيوصل الماكسيم افكت بتاعه، ده اللي اسمه بيوصل الماكسيم افكت بتاعه بعد اسبوعين. عشان كده بديه بعد العمليه بدي ايه؟ سوري قبل العمليه بدي اسبوعين بس. وصل الماكسيم افكت. وبعد اللي بيوصل ده دواء غريب، ما حدش عارف بيشتغل ازاي، يعني هو بيقول لك بيشتغل على البروتيز. في ناس بيقول لك لا ده بيشتغل شيطاني، وفي ناس بيقول لك لا ده لو اديته ثلاث اسابيع لو نسيته على الاسبوع الثالث هتلاقي نفسك الاسبوع الثالث كانك العيان لسه مديه على اليوم الايه؟ الاول. لا مش الاول. السابع. يعني هو الماكسيم افكت بعد اسبوعين. اليوم ال 15 كاننا وصلنا لليوم الايه؟ الاول. ما حدش عارف يعمل ايه. وفي ناس بيقول لك ما بيشتغلش غير وانس بير لايف. يعني الافكت بتاعه ماكسيم بعد قد ايه؟ اسبوعين وبعد كده ما فيش افكت خالص. يعني تكاثرت فيه الاقوال ومحدش عارف هو بيعمل ايه، بس لو حبينا نديناه نديه كلاسيك. يعني ايه كلاسيك؟ اسبوعين. لو حبيت تديه دي اسبوعين. ومعظم الجراحين دلوقتي بطلوا يدوا الايه؟ اللوبوزاردين ده بقى يدوا ستاتنا.
هو حلاوته مش في البري فاسكولار بريباريشن، هو حلاوته لو العيان عنده سيرا توكسيك كرايسيس والتي سي والتي فور مالهم عاملين يطلعوا بالهبل بالظبط، فيخليهم يتحوشين جوه الفلويد، فهو انتي بروتيز يتاخد اكتر في ال سيرا توكسيك كرايسيس. ما علينا، الكلاسيك عندنا يعني ميكازول بقى في طريقه رابد. ايه بقى الطريقه الرابد؟ نسال نفسنا سؤال بسيط جدا جدا جدا. انا عندي عيان عنده ريتروسترنال جريفز، دي جريفز وريتروسترنال، ينفع الريتروسترنال جريفز ده اديله ميديكال تريتمنت كمان لاين اوف تريتمنت؟ لا، هتكبر وايه؟ وتعمل بريشر سيمتوم. ده حط العيان ريتروسترنال جريفز ده، ريتروسترنال جريفز ما ينفعش احضره بشهرين من نيوميركازول، لان في الشهرين دول بتوع نيوميركازول العيان هيحصل له ايه لو عنده ريتروسترنال جريفز؟ هيتخنق زياده. فالريتروسترنال جريفز ما ينفعش احضره كلاسيكال. تمام؟ وما اعمل ايه بقى في الريتروسترنال جريفز؟ احضره حاجه سريعه. فسالوا نفسهم سؤال، هو انت لو عملت العمليه على عيان مش متحضر، انت عملت العمليه على عيان مش متحضر، العيان هيموت من ايه لو انت عملت له العمليه على عيان مش متحضر؟ على الدي سي يو دي فول اللي زادوا فدخلوه في وطن، فصاروا توكسيك كرايسيس، فدخلوه في تاكياريزمس، دخلوه في اي اف، دخلوه في مانيفستيشنز اوف وطن. اها صاروا توكسيك وهارت فيلير. العيان بيموت في صار توكسيك كرايسيس من الكارديك مانيفستيشن، بالذات من الاريثميا وهايبر دايناميك سيركوليشن والكلام ده كله. تخيل نفسك لو انت عندك شويه خمس دقايق هايبر دايناميك سيركوليشن بعد ماتش كوره ولا بتاع، تخيل بقى تي سي يو تي فور في الهبل والعيان ده كارديك واريثميك وبتاع، فقال لك خلاص اللي تعرف ضيقته اقتله، يعني مش العيان في صار توكسيك كرايسيس، لو دخل في صار توكسيك كرايسيس هيموت من وطن من كارديك، يبقى انا احضر العيان بإدرار بس. احضر العيان بإدرار بس. بيعملوا ايه بقى التحضير العام للاندرال ده؟ يدوا اندرال من قبل العمليه ويدوا اندرال جوه العمليه، وبعدين شالوا الثايرويد جلاند جوه العمليه، شالوا الثايرويد جلاند جوه العمليه، خلاص اتشالت الثايرويد جلاند. تمام. العيان بعد ما شالوا الثايرويد جلاند يقعد ياخد اندرال قد ايه بعد العمليه احتياطي؟ 10 ايام اسبوعين. ما انا شلت الثايرويد جلاند، شلت الثايرويد جلاند بس لسه مين موجود في الدم؟ تي 4 بالذات الهاف لايف بتاعته قد ايه؟ اسبوعين. فالعيان المفروض ياخد اندرال بعد العمليه مينيمم 7 ايام 8 ايام 10 ايام. فده اسمه تحضير بالاندرال بس. طيب واحد مثلا شغال في السعوديه، شغال في السعوديه تمام، ده انا صاحبي محمد والله العظيم حبيبي، يعني محمد ده دفعتي، محمد ده شغال في الامارات بقاله مثلا 15 سنة. جه مصر من اسبوعين كده. فقال ازيك يا محمد عامل ايه وبتاع. فاخبارك بكره ايه هنخرج؟ قال لي لا بكره رايح اعمل امارات. فبقول له يا محمد؟ قال لي عشان ضهري بيوجعني. طب ما تعملوا عمل في الامارات. قال لك لا في الامارات اصل الام ار اي ب 5000 درهم، عارفين يعني ايه 5000 درهم؟ يعني 25000 جنيه. هو هيعملوا لنا كام؟ 700 800000 تمام؟ محمد ده طبعا يعني ربنا فتح عليه، بس الفكره فيه مثلا ممكن يبقى عيان في ظروف خاصة، يعني مثلا عيان في ظروف خاصة؟ هو العيان مثلا نازل من السعودية، نازل أسبوعين أجازة. تمام؟ عايز يعمل إيه في الأسبوعين الأجازة دول ويخلص؟ عايز يعمل العملية. وما خدش من السعودية نيوميركازول. يعني لسه يقول له ابتدي من السعودية خد نيوميركازول، فنازل طازة. عايزين نخلص الليلة كلها في قد إيه؟ في أسبوعين. هنحضره إزاي في أسبوعين عشان يرجع تاني السعودية يشوف أكل عيشه؟ ففي حالات ممكن تبقى نون ميديكال، اللي هو العيان مستعجل عايزين نعمل العملية بإيه؟ فرحوا بعد شهر ومراته مش عايزه تتجوز في الكويتر. خلاص هنعمل العمليه بعد قد ايه؟ اسبوعين بالاندرال. او بلاش، في حاجات معينه مثلا بلاش نحط العام باندرال. ساعات ممكن يبقى انا بحط العام باندرال لجريفز ديزيز الريتروسترنال. بحط العام باندرال لو بيبرد العين ايه؟ مستعجل. امتى اضطر احط العام باندرال؟ لو حاجه نان جويتر، مش فاهم يعني ايه نان جويتر. عيان جريفز جاله زايده. عيان جريفز جاله زايده. لازم نعمل ايه دلوقتي في الزايده؟ هنشيل. تمام؟ الزايده دي ستريس عليه. فطول فتره الزايده دي اسيبه كفر بمين؟ انا ما شلتش الجوتر، ما شلتش الجوتر. بس طول الفتره اللي احنا عملنا له فيها الزايده يفضل عيني يبقى اندر كفر وبايه طبعا؟ اندرال. دي نوت فور سيروديكتومي، انا بتكلم ان انا بحضر العين باندرال لعمليه ثانيه، اي ايمرجنسي بره السيروديكتومي حضرنا العين باندرال. بس من الاخر كده لو عايز امتى في الطب قال لك هحط العيان في اندرال ولا العيان اللي جاي مستعجل من السعوديه ولا العيان اللي عنده زايده؟ في الطب يوم ما قال لك هحط العيان في اندرال بس
خلقوها لمين او عملوها لمين؟ للريترو سترنال جريفز، لان الريترو سترنال جريفز ما ينفعش ياخد منه الكورتيزون لمده قد ايه؟ شهر. طيب اخر حاجه هقولها في العمليه، لسه مش في بريك دلوقتي، بريك بعد ما نخلص التريتمنت. اخر حاجه هقولها في العمليه، زمان كانوا بيعملوا سب توتال، تمام؟ السب توتال بتاعت جريفز مختلفه شويه عن السب توتال بتاعت مين؟ السيمبل. يعني امبارح في السيمبل جويتر لما عملنا سب توتال سيبنا قد ايه يمين وسيبنا قد ايه شمال يا اسراء ابو لبن؟ سيبنا يمين قد النورمال لوب وسيبنا شمال قد وات؟ النورمال لوب، صح؟ ودي كان اسمها سب توتال ثيروليتمي فور سيمبل جويتر. زمان لما كان في سب توتال ثيروليتمي فور وات؟ توكسيك جويتر، سب توتال ثيروليتمي فور توكسيك جويتر كانوا بيسيبوا حته قد التلت نورمال لوب. يعني بيسيبوا حتى ايه؟ اصغر، اصغر من النورمال لوب، قد تلت النورمال لوب. ولا دي بتتعمل دلوقتي الحمد لله ولا ايه؟ ولا دي بتتعمل دلوقتي. بس لو حد سال يعني ايه الفرق بين السب توتال بتاعت السيمبل والسب توتال بتاعت التوكسيك، احنا بنشيل في مين اكتر؟ بنحفف مين اكتر؟ السب توتال بتاعت مين؟ التوكسيك اللي ما بتتعملش. ما عليك، اخر بقى وش عندي في العلاج عشان ناخد البريك ان شاء الله، ان العيال ما عندهم حاجه اسمها ريترو اكتيف انجين. فيديو قد ما جه. هنا عندنا نتكلم شويه عن الفيديو قد ما جه عشان امبارح ما اتكلمناش كويس عن الفيديو قد ما جه. هو الريزو قد ما جه ده بيتاخد ازاي؟ لو انا عايز اديله ريزو قد ما جه سيرم بيتاخد ازاي؟ ريزو قد ما جه سيرم اورال بيتحط ايه؟ بيتاخد اورال. هو الايودين رقمه كام النورمال؟ 120 لا 131 دي العربية بتاع زمان. الأيودين النورمال العادي 127. ده النورمال الأيودين 127. أنا ما بتكلمش في الريديو أكتر، أنا بتكلم على الأيودين 127. 127 دي اتصال والله. 127 دي اتصال إيه؟ يا بتوع كبر. العدد الذري اسمه إيه بالإنجليزي العدد الذري؟ اتوميك ماس نمبر او ماس نمبر ده بيسموه الماس نمبر بيتم شافوا الكلام ده دلوقتي برجين هو الرقم اللي فوق ده رقم ايه حضرتك؟ ده رقم الماس نمبر. رقم الماس نمبر ده رقم مين بلس مين؟ خلاص ما هو الكترونز بره اللعبه هيطلع رقم مين مع مين؟ نيوترونز وبروتونز. تمام ده ده الايدين العادي 127. نيجي بقى للتو ايزوتوب بتاعه في ريديو اكتيف برجين واحد 123 وفي ريد دلوقتي بيقولي مط 131. ايه الفرق بين ده وده؟ ده شورتر هاف لايف. ده شورتر هاف لايف. الهاف لايف بتاعته اورز برضه. هو اكتولي 13.13 ساعة. بس 13.13 ساعه صعبه فانت تحفظ الهاف لايف بتاعته قد ايه؟ اورز. زيه زي الدي 3 حلو قوي زيه زي الدي 3. ده بقى الهاف لايف بتاعته قد ايه؟ زيه زي الدي 4 يعني الهاف لايف بتاعته قد ايه؟ 10 ايام. يعني انا بحاول احفظ لكم الهاف لايف زي الدي 3 وليه؟ ده فرض ان كنتوا حافظين الهاف لايف بتاع مين؟ الدي 3 والدي 4. ده هاف لايف قصيره ده هاف لايف ايه؟ طويله. والله العلم حلو يعني العلم جميل يعني. بالعقل كده يعني بالعقل كده. واللي انتم ما تعرفوش برضو ان العيان اللي بيعمل اي بياخد راديو اكتيف ايودين ثيرابي العيان ده بيشع اللي حواليه. اي عيان بيعمل ثيرويد سكان، اي عيان بيعمل بون سكان، اي عيان بيعمل وات ايفر بيشع اللي حواليه. يعني اي عيان بيعمل راديو اكتيف ايودين سكان او راديو اكتيف ايودين ثيرابي مصر دي وات؟ ايزوليت. تمام؟ فده هيبقى ايزوليت ده قد ايه ده؟ ساعه اورز. مش يوم قصدي مش ساعه قصدي اورز. ده بقى زودت قد ايه؟ 10 ايام او تبقى مينيمم 3 ايام في الاوضه. فانا دلوقتي حطيت لكم التو راديو اكتيف ايودين. هسالكم بقى سؤال واضح وصريح من التو اللي انا حطيتهم لكم. مين استخدمه في الراديو اكتيف ايودين سكان؟ مين استخدمه في الراديو اكتيف ايودين ثيرابي؟ بالعقل يعني. مين اللي استخدمه في الراديو اكتيف ايودين سكان؟ مين اللي استخدمه في الراديو اكتيف ايودين ثيرابي؟ طبعا الشورت هاف لايف فور وات؟ سكان. الثيرابي عايز يقعد فتره، الثيرابي عايز اقوى. فده استخدمه في الراديو اكتيف ايودين ايه؟ Thank you.
الراديو هاتف يبقى 20 ثانيه، الراديو هاتف يبقى 131 عشان لو لونجر ايه هاف لايف، انما الراديو هاتف يبقى سكان، الراديو هاتف يبقى 123 عشان لو شورتر ايه هاف لايف. طيب حلو، انا قررت اعالج العيان بالراديو هاتف يبقى مين بقى العيان اللي هعالجه بالراديو هاتف يبقى العيان اللي فشل فيه كل حاجه. يعني ايه فشل فيه كل حاجه؟ ما انا لازم ابتدي في اي عيان ايه الاول؟ ميديكال. ميديكال وجاله وات؟ ريلابس. فالميديكال اللي جاله ريلابس عملت له وات؟ سيرجري. وبعد السيرجري جاله وات؟ ريكارنس. عشان كده دايما بيسال سؤال ازاي في الامتحان؟ الريكارنت توكسيك جويتر. ريكارنت توكسيك جويتر معناها ريكارنس بعد وات؟ بعد سيرجري. يبقى علاجها ايه؟ فيديو اكتف ايودين. او احتمال تاني بقى، ان العيان جاله اللبس، جاله اللبس بس ما استحملش عمليه، كاردياك تعبان، سيروتيك ليفر، تمام. فالعيان لو جاله ريلابس وما يستحملش عمليه ساعتها هدي له ايه من الاول واخلص؟ ريديو اكتف ايودين. فدي الانديكيشن على ريديو اكتف ايودين، يا اما ريكارنت يا اما ريلابس وما ايه؟ ما يستحملش عمليه. عدي بريك اب، عدي بريك اب، خلينا نخلص من الراديو اكتف ايودين ده. طيب هو الراديو اكتف ايودين بيعمل ايه؟ الفكره كلها ان انا بضحك على الثايرويد، انا بضحك على الثايرويد. الثايرويد بتحب تاخد مين؟ بتحب تاخد الايودين، فانا بديها الايودين بريت عالي جامد قوي قوي بريت توكسيك. فالثايرويد نادي يا عيني، اديت الراديو اكتف ايودين، خدت الراديو اكتف ايودين، طلع بيتا ريز، طلع بيتا ريز. البيتا ريز دي عمل ايه في الثايرويد جلاند؟ ديستراكشن. عامل في الثايرويد جلاند ايه؟ ديستراكشن. الراديو اكتف ايودين بيعمل ديستراكشن. الناس اللي كانوا فاهمينها من بطن، الناس اللي كانوا فاهمينها من بطن، هو الراديو اكتف ايودين بيعمل ايه في الثايرويد جلاند عشان ينتهي بفايبروزز وديستراكشن في الثايرويد جلاند؟ لا مش هقدر اقول لك. الراديو اكتف ايودين بيعمل فيها سيلولايتس. بيعمل فيها سيلولايتس، بيعمل فيها سيلولايتس. الراديو اكتف ايودين بيعمل فيها سيلولايتس، ينتهي بكرونيك انفلاميشن وفايبروزز. يعني العيان لما ياخد الراديو اكتف ايودين العيان مش هيضرب الراديو اكتف ايودين من هنا، فالثايرويد جلاند ايه؟ تنفجر من هنا بالظبط، ساعتها تبقى قنبله انفجرت في الثايرويد. الراديو اكتف ايودين ده بيعمل سيلولايتس، ينتهي بفايبروزز. عارفين العيان بعد ما ياخد الراديو اكتف ايودين بيبقى هايبوثايرويد او نورموثايرويد امتى؟ شهرين ثلاثه ورا، شهرين ثلاثه. العيان مش هيشرب الراديو اكتف ايودين هتلف بقيه. الراديو اكتف ايودين بيعمل سيلولايتس، والسيلولايتس عامل ايه؟ بفايبروزز. الراديو اكتف ايودين بيأثر عيان انه يبقى له ثايرويد بعد شهرين او ثلاثه. ايوه، حاجه جميله جدا، هايله 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 هايله. فده معناه، ده معناه ان لما العيان بياخد راديو اكتف ايودين قبل ما جلاند الفايبروز بعد شهرين ثلاثه بيعمل ايه في الاول في العيان؟ بيكبرها شويه. ليه بيكبرها شويه؟ اديما انفلاميشن، اديما انفلاميشن. فعشان كده ما ينفعش ادي راديو اكتف ايودين في مين برضه؟ في الريترو سيرنا. ما ينفعش ادي راديو اكتف ايودين في الريترو سيرنا، ما ينفعش، ما ينفعش. راديو اكتف ايودين بيعمل سيرودايتس. ما ينفعش ادي راديو اكتف ايودين في الريترو سبيرنال، بيعمل انفلاميشن. حلو قوي. اسالكم بقى سؤال واضح وجميل، يعني العيان لما بياخد الراديو اكتف ايودين سيرابي ده بيخف بعد قد ايه؟ شهرين ثلاثه، شهرين ثلاثه. انا بقى اسالكم سؤال جميل. طبعا هو العيان، العيان اول ما بيجي له توكسيك سيمتومز، سواء العيان مثلا كان جاله ريلابس بعد ميديكال تريتمنت، سواء جاله ريكارنس بعد عمليه، هو العيان زي ما انتم بتقولوا كده على طول اول ما بيجيله توكسيك سيمبتومز لازم ياخد ايه على طول؟ لا غير الامبرالو، نيومن جازوت. انا قصدي ان العيان برضه نفس السيناريو، يعني نفس السيناريو. يعني ايه؟ هو العيان فيلد ميديكال تريتمنت، فلما فيلد ميديكال تريتمنت جاله ريلابس، لما جاله ريلابس لقيت صحته زي الطين، فقررت اعمل له وقت راديو اكتف ايودين. على ما اجيب ثمن الراديو اكتف ايودين وعلى ما اشوف مين دكتور الانكولوجي اللي هيديه له، هسيب العيان كده ولا ابتدي اديله اندرالو نيوميكازول؟ ابتدي له اندرالو نيوميكازول على ما نغير خريطه الايه؟ العلاج. يعني تمام، يعني العيان اللي عايز افهمه لكم، العيان اوريدي بياخد نيوميكازول بس ده مؤقتا لغايه ما نشوف له هل النيوميكازول ده هنكمل شهرين فطلب ايه؟ بريباريشن، او نيوميكازول بس عشان ما بقاش توكسيك لغايه ما نديله الزفت الراديو اكتف ايه؟ ايودين.
هل ينفع العيان ياخد راديو اكتيف ايودين وهو على النيوبركازول؟ ايوه بالظبط. لو العيان بياخد النيوبركازول، النيوبركازول بيقلل ايه في الثيروجلاند؟ الترابينج والاكسديشن والكابلينج، وطالما قلل كل خطوات التصنيع، لا هو بيقلل الاكسديشن والريبليكيشن والكابلينج، طالما قلل كل خطوات التصنيع ممكن برضه بالتبعيه يكون مقلل مين؟ الابتيك برضه. فما ينفعش ادي العيان راديو اكتيف ايودين وهو اندر افكت اوف وات؟ النيوبركازول. عشان بالبلدي كده، بالبلدي كده، عشان راديو اكتيف ايودين اللي انا مديه، عشان راديو اكتيف ايودين اللي انا مديه، الجلاند تاخده كويس احسن؟ يفضل اوقف مين؟ النيوبركازول يومين قبله وثلاث ايام بعد. ما فيش عيان بياخد راديو اكتيف ايودين وهو على النيوبركازول. النيوبركازول عالي الافكاسي بتاع راديو اكتيف ايودين. انا عايز راديو اكتيف ايودين يدخل الجلاند، طول ما النيوبركازول موجود ومنع خطوات التصنيع بيمنع كمان الابتيك. فانا المعلومات دي كاتبها لكم في الورق ان الريديو اكتيف ايودين سيرب بتاخد دي عشان تشتغل من شهرين ثلاثه ويفضل العيان يوقف فين؟ النيوبركازول. خلاص هات البريك بقى، ايه عيوب الريديو اكتيف ايودين سيرب؟ اول عيب الريديو اكتيف ايودين سيرب هو عشان يشتغل لازم يعمل سيرودايت. انا بتكلم على اول عيب ان هو لو اديت اندر دوز واديت اوفر دوز، لو اديت اندر دوز هيدخل عيان في ايه طبعا؟ توكسيك تاني. لو الدوز مش حاسبها كويس هدخل عيان في توكسيك تاني، ولو اديت اوفر دوز هدخل عيان في هايبوثيرويديزم. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه على السياحه، لو اديت العيان الدوز الصح، والدوز على فكره بتتحسب، الدوز على فكره بتتحسب بالجرام بير ثيرويد تيشو. بيجيبوا قد ايه الثيرويد دي كام جرام ويحسبوه بالمايكرو ولا الملي كيور بتاعهم دوت، يقول لك مثلا الثيرويد دي محتاجه راديو اكتيف ايودين قد كده، والثيرويد دي محتاجه راديو اكتيف ايودين قد كده، عارفين انتوا بيحسبوها بالايه؟ بالحجم بتاعها، مش مهم طبعا في الامتحان كام ملي كيور والكلام ده كله، بيحسبوها بالحجم. فانا بقول لكم لو اديت اوفر دوز هيعمل هايبوثيرويديزم، اديت اندر دوز هيعمل ريكارنت. طب لو اديت نورمال دوز بقى دي بقى الدوز النورمال اللي هو حاسبينها صح. اي عيان بياخد راديو اكتيف ايودين لازم بعد 15 سنه هيبقى هايبوثيرويد، عشان ده راديو اكتيف ماتيريال هتفضل تشع تشع دوز تشع. يعني وصلت الدوز الماكسيموم بعد قد ايه؟ يعني العيان بقى نورمال ثيرويد بعد قد ايه؟ شهرين ثلاثه، انما لسه جوه في راديو اكتيف ماتيريال، لسه جوه في راديو اكتيف ماتيريال كده. يوم على اثنين على ثلاثة بعد 10 سنين 15 سنة لازم العيان هيجي له وقت هايبوثيرويديزم لازم. وانت ما تجيبش مشكلة كده ولا كده، لو جاله هايبوثيرويديزم هياخد وقت يعني البليسمنت. بس انا عارف ان العيان ده اصل مثلا بتاع سيروديتمي هيجي له هايبوثيرويديزم ثاني يوم، فهدي له البليسمنت من وقت من ثاني يوم، انما ده هيجي له هايبوثيرويديزم بعد قد ايه؟ هيتنسي ده. فده بس نبقى فاكرين كده ان بعد 15 سنة ندور عليه احتمال يجي له ايه؟ هايبوثيرويديزم. تمام. في كتب كاتبه طبعا انه كارسينوجين بيعمل لوكيميا وبيعمل الكلام دوت، وفي كتب كاتبه ات از نوت كارسينوجينيك، فعشان كده انا كاتب لكم في الورق انه ديفنت بروف اذا كان كارسينوجينيك ولا مش كارسينوجينيك. بس هو يفضل طالما عليه كلام انه بيعمل كارسينوما بعد 20 سنه، فيفضل ما تتهش فين؟ في ده مش تركوبه؟ في اليونج ايج يفضل بلاش. وطبعا كونترا انديكيتد في بريجنسي، ليه كونترا انديكيتد في بريجنسي؟ ده اشعاعي. وطبعا كونترا انديكيتد في مين كمان؟ في الريتروستينا جريفز، عشان بيعمل وقت بيعمل ثيرودايتس بريك. يا رب تكونوا فهمتوا جريفز حلو. احسن من البطه، احسن من البطه بكتير. سيبيني بس عشان انا بدعت النهارده، احسن من البطه بكتير. ده بكتير اكيد. المعلومات نفسها حلوه. طريقه اللقاء هي طريقه اللقاء. هو يظبط شويه على الباقي، يظبط شويه على الباقي في البط ما كانوش عارفين. في ثلاثة عندي هو خالد اللي بيشرح البروجرام وانا مش عارف حاجات من البروجرام لازم تبقى دكتور تاني. يعني حتة الجازور دي هو اللي فاهمها لي، لازم ابقى في ريديو اكتيف ايودين. بس يا دكتور انا كنت بقول لك بجد الصراحه